22 حد، واحد في الروم. اوكي ممكن تاني. السلام عليكم، دلوقتي معانا دكتور حسام محمود من جامعة كولورادو ستيت يونيفرسيتي. دكتور حسام بيدرس منشآت معدنية في جامعة كولورادو، والبحث بتاعه في مجالات كتيرة جدا، من المنشآت المعدنية لدراسة الزلازل والأعاصير والتورنيدوز والفلودينج، وعمل أبحاث كتيرة جدا في المجالات دي. إن شاء الله هيبقى معانا في محاضرة بتتكلم عن الأساليب المتقدمة لفحص وإدارة البنية الأساسية المتدهورة، أو بالإنجلش تبقى أفضل شوية، Advanced Methods for Inspections and Management of Deteriorated Infrastructure. دكتور حسام دلوقتي هيبتدي معانا المحاضرة، وهنخلي الأسئلة بعد ما المحاضرة تخلص معانا وقت كويس، يعني الأسئلة كتيرة، فاللي عنده سؤال ممكن يكتبها في ورقة، وبعدين آخر المحاضرة دكتور حسام هيجاوب على كل الأسئلة. اتفضل يا دكتور حسام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل شير بال شير سكرين. This will stop others screen sharing. Yes. Okay. كده انتوا شايفين ال تمام. طيب كده هي تمام. presentation mode ولا slide mode؟ ولا يعني شايفها كاملة ولا presentation حاجة؟ كاملة يا دكتور. كاملة؟ تمام، يبقى احنا كده تمام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا عمر على الانترودكشن. عمر على فكره ان شاء الله يعني دكتور قريب، للي مش عارف، هو طالب دكتوراه عندنا متميز في الجامعه، في جامعه كولورادو، واشتغل في الفلود و ناتشرال ديزاسترز يعني. فانا النهارده هتكلم على طرق يعني يمكن ايه حديثه شويه في ازاي انت تعمل اختبارات للمنشات اللي بتبقى حالتها متدهوره الى حد ما. ازاي تقدر تعالجها، تصلحها ازاي، تصلحها امتى؟ ده سؤال مهم جدا، وهقول لكم ليه يعني في المحاضره. بس قبل ما ابدا المحاضره، طبعا انا يعني احب اعرفكم، لان في ناس يعني كتير من اللي حاضرين مش عارفين يمكن الباك جراوند بتاعي، فاعرفكم واديكم بس كده ايه نبذه سريعه عن الباك جراوند، وانا ازاي بشتغل في الحاجات دي دلوقتي. برضو قبل ما نبدا يعني احب اقول ان انا على قد ما اقدر هتكلم عربي طبعا معظم الوقت، بس لو في كلمه ولا حاجه وقفت معايا بالعربي هقولها بالانجليزي، لان انا يعني طبعا يعني الحاجات التكنيكال ما بتعاملش بيها بالعربي. انا على فكره جيت امريكا في 1997. وعلى فكره اللي عايز يسالني سؤال عن الموضوع ده بعد المحاضره يسالني. انا جيت على فيزا سياحه وحولتها دراسه، ودرست في جامعه مينيسوتا، عملت البكالوريوس بتاعي في جامعه مينيسوتا والماجستير في جامعه مينيسوتا، والبكالوريوس والماجستير بعديهم رحت جامعه لهاي في بنسلفانيا. فانتوا السلايد دي شايف فيها على الشمال 1999 to 2003 University of Minnesota. وانا في جامعه مينيسوتا وانا بعمل الاندر جراد والدكتوري، بعمل شهاده البكالوريوس، اشتغلت في اللاب كتير. واول حاجه اشتغلت فيها في اللاب كان عنده طبعا يعني الجامعات هنا فيها معامل كويسه جدا، فكنت بشتغل على تيستنج اللي هي الفواصل بتاعت الكباري، بنعمل لها تيستنج وتيستنج تحت احمال متكرره، فتيج لود، فاشتغلت فيها. فكملت بقى في المواضيع دي، وعملت شغل وانا حتى طالب ماجستير، وانا طالب بكالوريوس، على تيستنج في مومنت كونكشنز، وعملت برضه تيستنج على اللي هي الفواصل بتاعت الحمام، وعملت برضه تيستنج كمان على ازاي الشروخ بتكبر ومعدل اللي هو الجروث بتاعها بيبقى عامل ازاي في السفن الناقله للبترول. ده في قسم مدني. فبدات الشغل ده وانا طالب بكالوريوس، وكملت بقى على الشغل ده وانا في الماجستير، ازاي الكراك بتكبر، الشروخ بتكبر في السفن، ومعدل الكبر بتاعها ده يبقى عامل ازاي. وعملنا اكسبيرمنتال تيستنج في اللاب، وعملنا برضه فاينايت اليمنت مودلز واناليسيز وكده. لما خلصت البكالوريوس رحت جامعه ليهاي. جامعه ليهاي للي مش عارف دي يعني حتى وقتنا هذا تعتبر اقوى جامعه في امريكا في ستيل ستراكشرز، لان جامعه ليهاي دي قصتها عجيبه شويه. جامعه صغيره جدا، عدد الطلبه 3000 طالب مش اكتر، لكن موجودة في حتة اسمها بيت لحم في بنسلفانيا، ولاية بنسلفانيا،
وكان جنبيها اول مصنع حديد اتعمل في امريكا، المصنع ده كان اسمه بيتلحم ستيل. فبقى الستيل دي حاجه جديده بتتعمل وكلهم فرحانين بالستيل، هيستعملوه في ستراكشرز، فكانوا بياخدوا الستيل ده يودوه الجامعه الصغيره اللي هي بعيده عنهم 2 كيلو مثلا ولا حاجه، يتعمل تيستنج هناك. فاعمل تيستنج في ليهاي، اعمل تيستنج في ليهاي، فليهاي خدت سمعه قويه جدا جدا في ستيل ستراكشرز. فانا في جامعه ليهاي بعد بقى البكالوريوس والماجستير اشتغلت على ازاي ان احنا نقدر نحط اجهزه على الكباري ونشوف الاحمال على الكباري ونشوف الستريسز ونشوف الستريينز والديفليكشنز والديفورميشنز وكده، وازاي نقدر نعالج الكباري. فانت يعني انا اشتغلت في السكه دي بتاعه الشروخ والمعالجه والحاجات دي اكشلي من وانا طالب بكالوريوس من زمان جدا. طبعا حته ان انت تاخد قياسات احمال وكباري، انا عارف ان جامعه القاهره بتعمل شغل من ده ساعات، طبعا حاجه كويسه جدا يعني الشغل برضه بتعمل في مصر. قعدت في جامعه ليهاي من 2003 ل 2006، بعد كده رحت جامعه الينوي في اربانا شامبين في الينوي، جامعه الينوي جامعه قويه جدا في هندسه مدني، واشتغلت وقتها كنت انا اللي ماسك معمل الزلازل هناك، فبقى سبت الكباري والاحمال المتكرره البسيطه ما بتبقاش احمال عاليه، ودخلت في الزلازل، فمسكت اللاب وكنت بعمل اكسبيرمنتال ايفالويشن. يعني كان في زي بوكسات هناك دي عامله زي الشيك تيبل، بس الشيك تيبل ممكن زي ما تشاف الصور دي، الشيك تيبل ده تعلقها على الحيطه يعني متحركه، تحطها في اي حته تلفها يمين تلفها شمال. كنا بنعمل صراحه اختبارات معقده جدا جدا جدا، بس كانت تجربه قويه جدا، وتعلمنا ازاي نعمل تيستنج باجهزه معقده، وكل بوكس من دول فيه 6 اكشويترز، فانت بتتكلم في 12 اكشويترز بتحكم فيهم في وقت واحد، ولو مشوا عكس بعض او مشوا غلط ملي واحد ملي السبيسيمن دي اتفرقع، لان الستيفنس بتاع العينات دي قوي جدا، فانت لو اتحركت كده ريليتيف ديسبيسمنت ملي غلط ممكن العينه دي تتكسر. فطبعا كان شغل مرعب الحقيقه. المهم فضلنا في الشغلانه دي يعني كرئيس معمل الزلازل لمده 2 سنين، وبعدين قررت ان انا اوقف واعمل الدكتوراه، لان كنت خدت خبره بقى جامده من جامعه ليهاي وطبعا من صوت دراستي كانت هناك وجامعه الينوي، انا بقى عايز اعمل الدكتوراه. فعملت الدكتوراه على تيست عملته على كونكشنز في سيمي ريجيد ستيل فريمز، اللي هي الستيل فريمز بتبقى كونكشن فليكسبل كده، ما تبقاش مومنت كونكشن جامده. والاول فوق على الشمال تشوف عاملين تيست صغير على عينات مطاطيه، وبعدين على عينات الالوم يعني الالوم والمطاطيه، المطاطيه عشان تختبروا بيها الكنترول بتاع البوكسات دي الصغنطوطه دي شغال معاك ولا لا، لما تقول ده امشي يمين وده امشي شمال هل هتشتغل صح ولا لا. الالومنيوم اللي عملنا له تيستنج طبعا عشان بقى عندنا ستيف سبيسيمن ونشوف هنقدر نتحكم في البيم كولوم تيست ولا لا. البيم كولوم تيست ده يا جماعه بعد ما خلصت من التيست الصغنطوط قوي اللي في اللاب اللي انت شايفه على اليمين ده، اجهزه صغيره، دخلنا بقى المعمل الرئيسي لاب مهول وحاجات عملاقه. البوكسات اللي انا كنت قلت لكم عليها دي كل بوكس فيهم وزنه 40 طن، فانت حتى عشان تنقله وتلفه اللفه دي، يعني هو محطوط بطريقه معينه، افرض انه على الارض مثلا وانت عايز ترفعه وتشيله وتلفه اللفه دي، موال يعني من لها حسابات وحسابات كتيره جدا، عشان وهو بيلفه بيرفعه برفعه وبيلفه العزم بتاعه ممكن يلف مره واحده يكسر لك الدنيا. عشان نعمل التيست ده كان شايف انت في الشاشه عندك كان حوالي 11 كمبيوتر بيكلموا بعض. انا بقول لكم الحاجات دي ليه يا جماعه؟ علشان الخلايا المخيه تفتح كده وتشوف ايه، ياه ده في طريقه جديده او في طرق مختلفه لعمل حاجات. 11 كمبيوتر بيكلموا بعض، لو واحد فيهم رخم وقرر ما يكلمش الكمبيوتر الثاني باظت العمليه تمام. باظت ليه؟ لان الاختبارات دي نون لينير، انا ما ينفعش التيست ابقى في نصه وحاجه تبوظ فاقول ايه كده حاجه وابدا من الاول، خلاص طالما باظ ما ينفعش تبدا من الاول، تيست از اوفر. فطبعا علشان نوصل لمرحله ان احنا نعمل التيست، انا قلت لنفسي انا يعني عايز ان ما فيش اي حاجه غلط تحصل في التيست على الاطلاق، طبعا كله بامر الله سبحانه وتعالى، يعني انت لو مكتوب لك الدنيا تبوظ هتبوظ. بس انا كنت بقعد مثلا شهر اجرب ازاي حاجات ممكن تمشي غلط، يعني اشد سلوك من الكمبيوتر من ورا، اشد السلك فيطلع لي ايرور مسج
فاكتب كود عشان يوفررايد ذا ايرور مسج. اكلم انا بقول الحاجات دي يا جماعه عشان بس ايه الناس تشوف طرق مختلفه. كلمت في الجامعه بتوع النتورك اللي هم بتوع الاي تي في الجامعه، قلت لهم افصلوا الانترنت عن السيفل انجينيرنج ديبارتمنت. كان دكتور عمرو النشائي الادفايزر بتاعي، اكمل له كل الاحترام، رحت قلت له انا هخليهم يقطعوا النت عن قسم مدني لمده 5 دقائق. قال لي انت هتودينا في داهيه. فقلت له احنا لازم اجرب اشوف لما يتقطع النت، افرض انا بعمل التيست والنت اتقطع اعمل انا ايه؟ مش هينفع ابدا تاني. خد بالك التيست ده سودو دايناميك، يعني ما بيمشيش بسرعه اللي هي العاديه، ده انت بالراحه جدا في انا كنت بخلصه في يومين ونص التيست، فممكن اي حاجه تحصل في يومين ونص، فنشد سلوك نعمل حاجات. فكان بصراحه التجهيز للاختبار كان صعب جدا. يعني الحاجه برضو اللي عايز اقولها لكم، انت شوف فوق الهيستوريتك لوب بتاعت التيست، تحت الكمبيوترات كلها وبيتكلموا بعض ازاي وايه بيتكلم ايه وايه رايح فين، وعلى اليمين تحت ده مكتب كود كنت كتبته علشان يبقى عندي ارقام باينه، احط ليميت على الديسبيسمنت، احط ليميت على الفورسز، اشوف انهو سنسور شغال انهو سنسور مش شغال. فده جرافيكال يوزر انترفيس في ماتلاب بيساعد جدا او بيسهل لي عمليه متابعه الاختبار. الحاجه بقى اللذيذه جدا اللي اقولها لك، فوق على اليمين كده تشوف ايه؟ انا حاطط لك صوره صغيره قوي من التست الضخم اللي وريته لك ده. بقيت بقى الصوره دي ايه؟ الفريم نفسه. فاحنا كنا عاملين حاجه اسمها هايبرد سيميليشن. البيم كولوم كونكشن اللي انت شايفها دي في اللاب، والكمبيوتر موديل ده في اباكس، والاثنين بيكلموا بعض ريل تايم. يعني انا مش بس بعمل تيست للبيم كولوم كونكشن، انا بعمل تيست للفريم كله من اوله لاخره. الكمبيوتر موديل ماشي يمين والتيست بتاعي ماشي يمين، الكمبيوتر موديل ماشي شمال والتيست ماشي شمال. في الاول التيست خالص كان عندي يعني في حاجه في الساين مش مظبوطه، فبدا التيست يمشي شمال وانا شايف ان الكمبيوتر موديل ماشي يمين، فعرفت ان في حاجه غلط على طول، وقفت. كنا لسه الاستيك فمفيش طبعا اي مشاكل. لكن ايه اللي عايز اقوله لك، ان الهايبرد تيستنج ده فكره قويه جدا، وكان من حوالي مثلا يعني من حوالي 5 سنين فاتوا لخمس سنين قبل كده او 10 سنين قبل كده، كانت موضوع الهايبرد تيستنج ده يعني هو اقوى حاجه في ستراكشر انجينيرنج في امريكا وفي العالم. دلوقتي الموضوع خلاص يعني عملنا ديفلوبمنت للتيستنج ابروتش، والناس استعملته زي ما انا ما استعملته، وخلاص الموضوع لحد ما مات يعني. لكن هي طريقه اختبارات هايله جدا، لان بتقول لك انفورميشن مش بس على البيم كولوم كونكشن، لا ده على الفريم كله بوجه عام، كل السيستم شغال ازاي. خلصنا بقى الينوي وربنا كرمنا ان شاء الله، ورحنا جامعه كولورادو. انا بقالي في الجامعه في كولورادو ستيت بقالي 9 سنين تقريبا بالظبط. وطبعا الحمد لله يعني جزء من الوظيفه ان انت تجيب ريسيرش فاندنج وتجيب فلوس وتعمل ابحاث وكده، فاحنا يعني الحمد لله كان في كذا اورجنايزيشن فيدرال وناشونال ولوكال بيدونا فلوس نعمل ريسيرش، فربنا الحمد لله كرمنا في هذا السياق. وطبعا برضو كل الشغل اللي انا هوريه لكم دلوقتي ما كانش هيطلع اصلا من غير الطلبه دي، يعني من غير الطلبه كان زماننا ما عملناش حاجه اصلا. فاحب اوجه الشكر لكل الطلبه بتوعي، يعني صراحه يعني هم ليهم الفضل في كل الشغل. طيب الشغل في جامعه كولورادو هنا بينقسم الى حاجتين. انا شغال على حاجه اسمها sustainability and resilience، بس هما الاثنين داخلين في بعض، هما مش نفس الحاجه. sustainability دي انت بتقول ازاي استعمل الموارد اللي موجوده عندي من غير ما اخد من الاجيال القادمه. انت عايز sustainable development، تسمع حتى الكلمه دي كتير، يقول لك sustainable development، ازاي اقدر ان انا استعمل الموارد بتاعتي من غير ما اقلل موارد الاجيال اللي جايه. ففي هذا السياق بقى لازم تبقى ذكي في حته انت ازاي مثلا هتصلح المبنى، ازاي هتصلح المنشأ، هتصلحه امتى، لان انت مش عايز تصرف فلوس وتبعزق فلوس وخلاص. وانا هقول لكم حاجه في الموضوع ده يعني لما نتكلم في تفاصيل المحاضره. يعني الريزيلينس بقى هي نهضه المجتمعات بعد الازمات، او يمكن ليها تعريف ثاني انا ما اعرف، يعني انا او طريقه ثانيه تقال بالعربي انا ما اعرفهاش، بس انا بقول كده يعني مش شايف لها كلمه، يمكن في كلمه حد يقدر يقولها لي بعد المحاضره كلمه ايكويفالنت، لكن ريزيلينس اللي هي نهضه المجتمع بعد
بعد الازمه، والازمه ممكن تكون طبيعيه، ممكن تكون ازمه سياسيه، ممكن تكون ازمه اقتصاديه، ممكن تكون اي ازمه. وبصرف النظر عن كونك مثلا شايف ان ثوره 2011 كانت صح ولا مش صح، ده مش مجال نقاش، لكن هي سببت ازمه في الموارد الماديه والموارد الطبيعيه، وسببت ازمه في البلد بوجه عام، وده امر طبيعي يعني، امر احنا يعني الناس متوقعه. لكن ازاي تنهض بعد ثوره، ازاي تنهض بعد فيضانات، بعد زلازل، ده حاجه احنا بنشتغل فيها كتير جدا الصراحه. بنشتغل في حاجتين، ازاي المجتمع ينهض، وازاي المستشفيات والمدارس على وجه الخصوص تقدر تنهض بيه. انا مش هتكلم على الحته دي النهارده، انا هتكلم النهارده على تصليح المنشات، لكن ممكن في محاضره يعني قدام كمان مثلا شهرين ولا حاجه اكلمكم في الشغل الديتيل اللي انا بعمله في ريزيلينس، عشان لو حد عايز يعرف الشغل اللي بنعمله في سستينابيليتي وريزيلينس لازم يبقى عندك ادوات تشتغل فيها. فبنحط فريم ووركس، الفريم ووركس دي بريتروفيتنج، يعني ازاي تعمل ريتروفيتنج فريم ووركس، ازاي تعمل هازارد اسيسمنت فريم ووركس، لايف سايكل اند بيرفورمانس بيس ديزاين. اللايف سايكل اللي هي المده بتاعه عمر المنشا، مش المده اللي مكتوبه على الورق 50 سنه، لا، انت المنشا يقعد معاك 100 سنه، 150، 200. ازاي تعمل اناليسز، وانا هنتكلم في الموضوع ده، لايف سايكل اناليسز، بحيث ان انت تخلي المنشا يقعد معاك على قد ما تقدر باقل التكاليف. سواء المنشا ده بقى بتستعمله كل يوم، ها مثلا باب الثلاجه بتفتحه وتقفله، وانت لو مش واخد بالك هيتكسر منك، الكوبري بتسوق عليه كل يوم لو مش واخد بالك هيبوظ منك، لو بتروح كل يوم تبص عليه وتعمل انسبكشن ومش عارف ايه هتصرف فلوس ملهاش اول من اخر. فازاي تعرف تعمل لايف سايكل اناليسز لمنشا انت بتستعمله كتير ومن كتر الاستعمال بيبوظ، او منشا خبطه اعصار ولا خبطه زلزال ولا خبطه اي حاجه، ويعني في الوقت اللي انت بتستعمله فيه كل يوم برضه هيتخبط بحاجه في نفس الوقت ولازم تصلحه ولازم تقومه. فاللايف سايكل اناليسيز دي مهمه جدا، والبرفورمانس بيس ديزاين دي اللي هو احنا بنصمم المنشات على اساس برفورمانس معين احنا بنكون عايزين المنشا انه يعمله. يعني انا ما عايزه لما يجي زلزال الحيطان ما تتشرخش، يبقى انا هصممه على ان الحيطان ما تتشرخش. وبنعمل لينك ما بين شروخ الحيطان والديسبيسمنت مثلا او الانترستوري دريفت بتاعت المنشا. عشان بقى تعمل الفريم ووركس دي كلها لازم تعمل اكسبيرمنتال ورك ونيوميريكال اناليسيز وانليتيكال مودلز وشويه حاجات ثانيه. فدي ريسيرش تولز اللي احنا بنستعملها بوضح. طيب في الشغل بقى اللي انا هكلمكم فيه النهارده على المنشآت الحديدية بوجه عام اللي هي الكباري أو الهوايس اللي موجودة في الأنهار هنا وحالتها وكده، أنا هديكم الأوتلاين ده اللي هيبقى الأوتلاين بتاع البرزنتيشن بورد. يعني أتكلم على الموتيفيشن، ليه بنعمل الشغل ده، في تيستنج عاملينه في كولورادو ستيت بقالنا مثلا بتاع 7 سنين بيعمل تيستنج كتير جدا. ده مش يعني مش هوري الريزلتس كلها، بس أكلمكم على الهايلايتس يعني. وبعدين الـ ايه اهميه اللايف سايكل اناليسيس في اللي انا بقوله ده، مهمتها ايه اللايف سايكل اناليسيس في المحور الـ يعني ان انت تقدر تعرف تصلح امتى وما تصلحش امتى. عشان انا اديت لكم فكره كده نبذه بسيطه عن ان احنا نعمل شغل على ريزيلينس ونهضه المجتمعات بعد الازمات، وده موضوع انا بصراحه يعني موضوع شائك جدا وانا بشتغل فيه كتير. فانا هكلمكم شويه على شويه شغل بنعمله في الحاجات دي، برضه شويه حاجات تانيه بنعملها في يعني اديكم فكره يعني شويه عن بعض الحاجات اللي بنشتغل فيها، وبعدين سمري اند كونكلوجن وكده. طيب احنا طبعا يعني انتوا ما اعرفش يعني تسمعوا ولا لا، بس في كلام كتير على ان المنشآت في امريكا بوجه عام سواء هي خرسانيه او منشآت حديديه بتستعملها مثلا في شبكات الميه او في الكباري او في الكهرباء او في اي حاجه، ان هي حالتها متدنيه. حتى احنا يعني في مصر دايما بتاعي يقول لما هم هناك عمالين بيشتكوا يقولوا الحاله متدنيه، امال احنا في مصر عاملين ايه؟ هو فعلا في هنا حاجات متدنيه جدا، وفي حاجات انا في رايي يعني لو انا هوريكم صور الحاجات دي لو موجوده في مصر الدنيا اتقلبت مثلا. طبعا احنا عندنا بلاوي، لكن في حاجات هنا يعني مخك يقول لك وازاي ده متساب، لكن هو متساب. انا هوريكم شويه صور
فكنا كتبنا مقالة في مجلة مشهورة اسمها The Conversation على ازاي نعمل upgrade للإنفراستراكشر، لان حالته متردية جدا. والإنفراستراكشر في امريكا لان هي يعني بلد مهولة، فما عندهم إنفراستراكشر built environment ملوش اول من اخر. انت عشان تصرف فلوس ان انت تغير كل الحاجات اللي حالتها متردية دي، انت هتجيب فلوس منين؟ مش هتعرف. فما فيش طريقة تجيب فيها فلوس كافية ان انت تصلح كل ان انت تغير كل حاجة. فالحل اللي قدامك انك تتصلح. لكن لما اقول اصلح، ما اجيش بقى اصلح كل حاجة واصرف فلوسي في حاجات ملهاش لازمة، انا اصلح اللي انا محتاج اصلحه. طبعا المشكلة دي في السدود وفي المجاري المائية، لان عندهم يعني عندهم ستراكشرز كتيرة جدا، وبرضه موجودة في الكباري. يعني احنا الارتكل اللي على اليمين ده كنا كتبناه في مجله اسمها ستراكشر على اهميه اللايف سايكل اناليسيس، ان احنا نعمل انسبكشن ومانجمنت للبريدجز. والموضوع ده مهم جدا جدا، وبرضه هقول لك ليه البريدجز مهم جدا. لو اديت لك شويه ارقام مش هتصدق. يعني هم الفكره 4 تريليون دولار ان جروس دومستيك برودكت بين 2016 اند 2025، ذاتس هاو ماتش ذا كوست اوف repairing this deteriorated infrastructure. بجيب 4 تريليون دولار منين؟ ولو طب ده يعني عشان اصلحه، لو بقى ما صلحتش وسبت كل حاجه، التكلفه اللي هتكلفني عشان اخلي الدنيا ماشيه، لان في منشات على ممكن تقول على وشك الانهيار. فعلشان اخلي ان ما عنديش مشكله خالص، او اخلي ان يعني ان الدنيا ماشيه، لازم اصلح. عشان اصلح محتاج 14 تريليون دولار باي 2040. طب دول اجيبهم منين برضه؟ طبعا في حاجه مهمه جدا، ان انت لما تيجي تصلح كوبري او منشا او مثلا مجرى مائي في الانهار اللي انا قلت لكم عليها، التكلفه مش بس التكلفه المباشره اللي هي مثلا 14 تريليون دولار، انت برضه محتاج تاخد في حسبانك، ودي مهمه، التكلفه الغير مباشره. ما انا لما اقفل مثلا مجرى مائي ده بيكلف المنطقه اللي انا فيها دي فلوس ملهاش اول من اخر. انا كنت شغال في مجرى مائي شغالين فيه، وكانوا بيعملوه بيعملوا هم بيعملوا انسبكشن فيه، يعني بيفضوا الميه خالص، يشفطوا الميه من الهويس خالص، يقفلوا الهويس يقفلوا البيبان ويشفطوا ميه في النهر تمام. انت تبقى واقف تحت في قاع النهر وشايف سمك بيلعب جنب رجليك بيفلفص كده، ما فيش ميه. ها لما بيشيلوا الميه وبيعملوا انسبكشن كده ومثلا حاجه محتاجه تتصلح، يلاقي شرخ يقول ايه ده في شرخ ما صلحه، طب هو ليه لازم تصلحه ولا لا؟ فبيقعدوا مثلا في حاجه زي دي مثلا اسبوع او اثنين، كل يوم بيكلف الحته الصغيره اللي قد الحق دي مليون دولار، كل يوم بمليون دولار. فانت الخسائر الغير مباشره مهوله. عايزه لو كوبري واحد عايز يروح شغله مش عارف، واحد عنده عمليه مش عارف يروح المستشفى، فطبعا الخسائر غير مباشره اكتر بكتير جدا من ال 14. وشايفين الصور دي يعني شوية صور لحالات متردية جدا 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 لكباري في أمريكا. الموضوع طبعا أخطر من كده في حاجات كتيرة، لأن أنت عندك مثلا كمية كوروجن وكمية تآكل في الحديد يعني مهول. وهقول لك يعني أنت تسأل نفسك، طب ما إحنا عندنا في مصر البنية أو الإنفراستراكشر مش قوي زي أمريكا بوجه عام، لكن أنت مش هتشوف المنظر ده في مصر. ليه؟ لان العماله في مصر ارخص من هنا. انت الديبارتمنت اوف ترانسبورتيشن او اللي هي الجهه المسؤوله عن الكباري والطرق والتونلز في كل ولايه، دي بيجي لها فلوس من الحكومه كل سنه، هو ده اللي معايا، دي البادجت بتاعتي. البادجت دي هصلح بيها اللي اقدر اصلحه، ومش هصلح مش هقدر اصلح، انا معيش فلوس. فعشان تروح مثلا تصلح حاجه زي اللي انت شايفها فوق على الشمال دي، عشان تغير بقى وتصلح وتعمل، مش هتكلم يعني طبعا احنا عاملين حسابات كتير للحاجات دي، هتكلفك مبالغ وهميه. يعني انت مش اقل من مليون دولار مثلا ان انت توقف كل واحد بياخد فلوس. انت عشان تطلع ناس من الدي او تي يقفلوا لك الترافيك، وتجيب من البوليس لازم الشرطه تيجي وتقفل الترافيك، ولازم تقطع في اللي هي السلاب وتشيل وتحط حاجه جديده وتعمل فلوس ملهاش اول من اخر. فمعهمش. فاحنا عايزين نعمل بقى ايه؟ تصليح بطريقه يخلينا بطريقه ذكيه، خلينا ما نصرفش فلوس ملهاش لازمه انها تتصرف.
والمشكله مش بس يعني في ان انت عندك كوروجن، ده انت عندك مثلا في كباري. على فكره يا جماعه دي حته مهمه جدا، في كباري متصممه من زمان. التصميمات دي في الكباري، وانا كنت السلايد دي كنت عملت لها برزنتيشن في الكويت، لان الكويت عندهم نفس المشاكل. انترستنج ليه؟ وانا واثق ان في مصر في نفس المشاكل، لان في كباري في الكويت مثلا انا ما شفتش في مصر، لكن طبعا عارف ان اكيد في كباري شفتها في الكويت نسخه طبق الاصل من الكباري اللي عندنا هنا، نسخه في امريكا. ليه؟ لان مصممها شركات امريكانيه. الفاتيك بروفيجنز او اللي هي الاحمال المتكرره البسيطه اللي هي بتعمل لك شوخ دي، الكود ما تطورش تطور صحيح لحد الثمانينات. قبل الثمانينات كان اللي موجود في الكود والطريقه اللي بتعمل بيها طريقه غلط. والفتيك ده مشكلته ايه؟ ان انت ما بتعرفش انه غلط غير بعديها بفتره طويله، 20 30 سنه تبدا الشوخ تطلع لك، تقول ايه ده، هو في ايه؟ نبدا نعمل اختبارات وتستنج، نقول اه دي كانت مشكله فنغير الكود. فاحنا عندنا شروخ كتيره بسبب موضوع الفتيج او الحمل المتكرر ده، ومليانه في امريكا، وكباري كتير جدا 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 في امريكا كانت مبنيه في الستينات، ستيل ستراكشرز، فيها المشكله دي. انا شفت كوبري في ولايه الينوي، كوبري واحد بس مش طبعا في 250 شرخ في كوبري واحد، 250 شرخ، لك ان تتخيل. فالاكبر مهندس في الولايه اللي هو الستيت بريدج انجينير بيسالني بيقول لي اعمل ايه؟ قلت له بقى انت يعني ما اعرفش، معاك ربنا يعني، لو لقيت حد يقول لنا نعمل ايه فكتر خيرك، فمش مشكله مش قليله يعني. طبعا في شوخ في كباري كتير جدا، انا بوديكوا امثله يعني. الموضوع مش مقتصر على الكباري زي ما انا وريتكم، الموضوع برضه داخل فيه مشاكل في المجاري المائيه ومنشات المجاري المائيه. انا ما اعرفش المايكرو جيت ده اسمه ايه بالعربي، بس وانت رايح كده وانت نازل من الاقصر واسوان بتعدي على الهويس كده، ها ما اعرفش بقى انت شفت الهويس ده قبل كده، وتقف في الهويس وتلاقي المركب عليت ونزلت الاليفيشن بتاعها ويفتح الباب الهويس ويقفل باب الهويس، هو ده بالظبط كده. طبعا انا ما اعرفش في مصر برضو عندنا كام من الهويس دي، لكن في امريكا المجاري المائيه او اللي هي السدود، المنطقه اللي فيها سد وفيها مجرى مائي زي كده، او مايتر جيتس او فيرتيكال ليفت جيتس، او في حوالي 360 واحد في امريكا، فكتير. وكمان خد بالك ان هم مبنيين كتير منهم جدا في اوائل القرن ال 19، 1901 1912 1920 1930، فبرضه مبنيين قبل ما الفاتيك بروفيجن اللي قلت لك عليها اللي هي الاجهاد المتكرر ده ما تتظبط في الثمانينات، لان معظم 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 ال يعني القطاعات الانشائيه المنشات المعدنيه معظمهم خدوا الاكواد البروفيجن بتاعتهم من الكباري الحديديه. الكباري الحديديه عملت وبتعمل شغل وبتاع، واحنا عايزين نعمل تيست للديتيل دي، والديتيل دي مشكله وهم يبصوا عليه، باستثناء قطاع البترول، لان الديتيلز بتاعتهم مختلفه، توبيلر جوينتس وحاجات كده. لكن معظمهم يعني المبنى اللي انت شايفه قدامك ده اللي هو الباب الحديد المهول ده، الباب الحديد المهول ده متصمم على فاتيج بروفيشنز اللي هي الاجهاد المتكرر بتاعت الكباري. فلو بتاعت الكباري غلط ده يطلع غلط، واخد بالك؟ طيب دي حاجه من الحاجات اللي كانت مشكله. فعلى فكره حاجه بس برضه الابواب دي شيء مهول يعني، انت لو وقفت ما تبانش، ارتفاع البيبان بيتراوح ما بين 20 متر لحوالي مثلا 50 60 متر. انت بتتكلم في عماره مثلا 7 ادوار لعماره مثلا 20 دور ولا حاجه، مثلا ولا 25 دور، يعني باب مهول. ففي طبعا في شروخ طبعا كتيره، وفي فتيك كراكس وشروخ في كل حته في الكونكشنز وفي الديتيلز، دي حاجه. الحاجه الثانيه المهمه بقى جدا جدا، ان انت الكباري الحديديه لما بنعمل لها تصميم فتيك وربنا كرمنا وعملنا ظبطنا الفتيك بروفيجن على نص الثمانينات، اتظبط هو معمول على ايه اصلا؟ احنا بنفترض، والافتراض ده في الكباري الى حد ما صحيح، ان انت كل حاجه يا الا بتتشد، اي حاجه بيحصل لها فتيك كراك يا الا بتتشد يا الا بتتني كده مومنت او اكسيال تنشن، طبعا لازم يبقى في سيكليك لود. ها؟ فلو عندك شرخ هيبتدي
انت بتحمله في اتجاه واحد، انت يا الا بتفتحه كده يا الا بتتنيه، فعندك نورمال ستريسز. لكن في المنشآت اللي هي اللي موجوده في الميه دي، الستريس او الاجهاد في كذا دايركشن، فده مش زي الكباري. فاحنا الطرق اللي بنصمم بيها اصلا البيبان دي والحاجات دي غلط، لان هي احنا بنصممها على طريق يعني ان احنا واخدين من طريق تصميم الكباري، والكباري تحت حمل اتجاه واحد وده حمل في كذا اتجاه، فبيحصل شوك، فالحمل بيحصل لنا. فاللي حصل ايه بقى؟ اللي حصل ان احنا لما جينا نصلح، نقول طيب احنا هنصلح، شوف انت شايف الصوره اللي فوق دي في خرم كده، الكراكس دي طريقه بسيطه جدا، في طرق كتير. طريقه من الطرق البسيطه ان انت تيجي عند الشرخ، انت ممكن تيجي عند الشرخ وتقول ايه، انا هحط هعمل خرم كده في اخر الشرخ، تعمل هول كده، الهول دي المفروض ان هي توقف الكراكس، واخد بالك؟ فتلاقي ايه في الصوره اللي فوق على اليمين، وده بيشتغل في الكباري بوجه عام بطريقه كويسه. لقيت ايه بقى في الصوره اللي على اليمين؟ الشرخ اهو بقى طالع من تحت تحت، وبعدين انت حطيت الخرم وراح طالع من الخرم تاني. ليه؟ ما ينفعش. ليه؟ لان احنا عندنا اتجاه الاحمال مش اتجاه واحد، مش تنشن ولا بندنج زي الكباري، ده كذا اتجاه. فتحط هول يطلع لك تاني، تعمل مش عارف ايه يبوظ منك تاني. فاكتشفوا ان طريقه التصليح اللي واخدينها من الكباري مش شغال، مش نافعه. فقلنا طيب في طريقه جديده ولا لا؟ فايه جينا عملنا ايه؟ الكلام ده انا اعتقد في 2013 بصينا هل نقدر نستعمل الياف الكربون في ان احنا نصلح المنشات الحديديه دي، وهل هتشتغل ولا لا؟ الفكره ان احنا لقينا ان الياف الكربون اللي هي كربون فايبر كومبوزيت بوليمرز دي سي اف ار بيز دي معمول عليها ابحاث كثيره جدا في استخدامها لتصليح المنشات الخرسانيه. المنشآت الحديدية مفيش شغل كتير عليها، الشغل قليل جدا عليها، دي حاجة. تاني حاجة الشغل اللي معمول على الحديد لقيناه معمول أو على مش الحديد بالذات، على مثلا حديد أو ألمونيوم أو حاجة ميتال ألوي يعني، معمول في الهواء كده والموضوع ناشف، مفيش مية، مفيش كوروجن. طبعا أنا بكلمك على أبلكيشنز، احنا بنتكلم اللي هي الابواب اللي انا قلتها لك دي، ما تبقى تحت المي، تبقى في قاع النهر. وبعدين حتى لو انت هتحطه على كوبري مش على نهر، ما الدنيا بتمطر، وبعدين الفواصل الكباري في ميه بتنزل وحاجات بتنزل، فهو مش دراي كونديشنز دي ما بتمثلش الواقع يعني. وما لقيناش شغل معمول على تاثير اللي هي الانفايرمنت اللي هو بيبقى ويت انفايرمنت على التصليحات، وهل التصليحات دي هتبقى افكتيف ولا لا لو استعملنا الكربون فايبر اي الياف الكربون. لقينا بقى استوري غريبه جدا، كانت البحريه الاستراليه كانت عامله استوري وكاتبه ورقه كده صفحتين، مش كاتبين حاجه، مش حاطين اي معلومات ولا اي ديتيلز، ومقايلين ان هم استعملوا الياف الكربون دول عشان يصلحوا سفينه حربيه في استراليا، في البحريه الاستراليه. فطبعا انت تقول لنفسك انت هتلزق الشرخ بسولوتيب، هو مش سولوتيب يعني، انا هوريك بعض النتائج اللي هتوريك مدى فعالية التصليح ده. لكن هي النقطة ايه؟ ان احنا ما لقيناش معلومات تقريبا خالص. فقلنا طيب لازم احنا نبدأ نعمل شغل بقى من نفسنا عشان نعرف اذا كان الموضوع ده هينفع ولا. فكرة بقى ان انت تعمل شغل من نفسك ده لازم تانفيجن كذا، ليه كذا كومبوننت. اول حاجة انت عايز تعرف ايه اللي هتعمل له اختبار وايه اللي مش هتعمل له اختبار، فانت او ايه العوامل في التصليح بتاعك اللي هتاثر على اذا كان التصليح ده يعني هيشتغل ولا مش هيشتغل. قبل ما تعمل تيست لازم تعمل يعني فاينايت اليمنت اناليسيز او سيميليشنز، لازم يبقى في نيوميريكال سيميليشنز او اي ايه سيميليشن اوف سام سورت، واخد بالك؟ ان انت ايه تعمل فاينايت اليمنت سيميليشن بحيث ان انت تفهم تاثير عرض الكربون فايبر كومبوزيت قد ايه على ان الشرخ يقف او يبقى بطيء، يعني سرعه اللي بيكبر بيها تقل، تاثير الميه ايه، يعني الفاينل اليمنت ده عملنا
fluid structure interaction، في ميه بتخبط في الحديده وفي كاربون فايبرز، وبنشوف تاثير الميه دي ان هي تعمل بيلينج للحديد وكده، او بيلينج للسيف في الارضيه. وفي نفس الوقت بعد ما تفهم الفاينايت ايلمنت موديل ده ذا موست ايه يعني ذا موست امبورتنت بارامترز، البارامترز المهمه عندك، تعمل تيست في اللاب. التيست في اللاب ده برضو انت عايز تتاكد ان التيست اللي عملته في اللاب ده الستريسز اللي انت هتحطه، الستريسز اللي انت هتحطها في المعمل ستريسز ريزونبل. فالستريسز ريزونبل دي هتعرفها منين؟ هتعرفها من ان انت تعمل فيلد مونيتورنج، هتجيب داتا من الموقع، هتحط بقى سترين جيجز وهتحط اجهزه وتاخد داتا وتشوف الاحمال اللي جايه ايه على الباب المهول ده. وفي نفس الوقت ممكن تعمل فول سكيل فاينايت اليمنت موديل، تجيب برضه تتاكد ان الاحمال اللي انت جايبها صح، عشان لما تعمل تيست في اللاب تبقى حاطط احمال منطقيه. ما اجيش اعمل تيست وهو اصلا في الواقع المنشا ده شايف احمال اعلى من كده بكتير جدا. وبعدين ممكن تحط بقى كل حاجه كده مع بعض، وفي الاخر تقول ايه، تقول اوكي دي الطريقه اللي اقدر اعمل بيها ريبير، بحيث ان الكاربون فايبر بحيث ان هو الكراك ده يقل يكبر بطريقه بطيئه جدا 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 جدا، يقل ما يكبرش تاني خالص. اوكي فدي ايه الفكره بوجهها. طيب احنا عشان نعمل تيست في اللاب، انا مش هتكلم على الفاينايت اليمنت اناليسز لان ده يعني ممكن يكون موضوع تاني لوحده، لكن انا هكلمك على التيست سيت اب. عشان نعمل تيستنج في اللاب طبعا ده ما كانش سهل. انت ممكن تجيب حته حديد وتحط فيها شرخ، وبعد ما تحط الشرخ تروح تحط الفايبرز بتوعك اللي احنا قلنا عليهم الكاربون فايبر دول، وبعدين تعمل ايه اجهاد متكرر وتشوف الشرخ وهو بيكبر، وتشوف الكاربون فايبر ايه ازاي هتوقف الشرخ او الشرخ هيمشي تحتيها براحه جدا. احنا كنا عملنا تيست في الاول خالص، يعني بدانا احنا بقول لكم عن يعني بدانا في الكلام ده فتره، فعملنا اول سيت اوف تيستس كان حوالي 5. وبعدين انا هكلمكم على التيستس الجديده احنا خلصناهمش، بس الريزلتس هوريكم الريزلتس بتاعت التيست الجديده. فعملنا ايه تغييرات معينه، بدل انت شايف في الصوره هنا عند الليزر بوينتر هتطلع لك اف ار دي في شرخ كده، ده التانك، والتانك ده جواه ميه، والحديده اللي انا عايز اصلحها جوه التانك، وفي اللي هي اللي هي الكربون فايبر باتشز اللي معايا اللي انا بصلح بيها زي السولتيب كده، وبعدين ده الشرخ. فبقى بنشوف الشرخ بيكبر ازاي، واول ما بيوصل لحته الباتشز دي بيتعامل معاها ازاي. فاول تيست كنا حاطين شايف الباتشز دي واحده اهي واحده اهي، وفي ورا برضه الناحيه الثانيه كنا في الاول حاطين 1 2 3 4. في التيستس الجديده اللي عملناها بدل ما نحط باتش لاير واحده حطينا ايه اثنين فوق بعض، اثنين فوق فتو لاير دبل لايرز، دي اول حاجه. وبعدين عملنا تيست للسي اف ار بي، وبرده حاجه اسمها بسالت فايبر. البسالت ده اللي هو الزلط، الزلط ده بيتعمل منه فايبر، يعني بيجيبوا الزلط بيتعمل من الحمم البركانيه، فهو بياخدوا اللي بيطلع من الحمم البركانيه وبيعملوه فايبر زي القماشه بالظبط، تشدها كده وتاخد معاك حمل. في حاجه برده من الحاجات اللي كانت مهمه جدا ان احنا نعملها، دلوقتي الكربون والحديد يتفاعلوا مع بعض تفاعل كيميائي، فانت لو جبت الكربون فايبر او اللي هي الحاجات اللي في ايدك الكربون دي باتشز دي وحطيتها على الحديد على طول، وده حصل لنا في اول اختبارات، يحصل صدى جامد جدا ما بينهم، يبقى في صدى جامد ما بين الاثنين. فالصدى ده بيخلي ايه؟ بيخلي حته الكربون اللي انت حاططها دي، وانت حاططها بلزقه، ممكن احطها بطريقه ثانيه، ممكن احطها يعني حاطط زي مثلا لزق ولازقها، ممكن تعمل ميكانيكال كونكشن. لكن اللي بيحصل لما بيحصل كوروجن وانت حاطط بلازق تروح الايه بتعوق منك بعد فتره. فاحنا قلنا عايزين نمنع الصدى ده اللي بيحصل لما بحط الكربون فايبر على الحديد مباشره. ممكن تمنع الصدى ازاي؟ ممكن تمنع الصدى ان انت تحط حاجه اسمها جلاس فايبر. جلاس فايبر ده برضه فايبرز كده معموله من الازاز، فدي ما بين الكربون وما بين الستيل، فبتمنع الكوروجن. الحاجه برضه الكويسه ان البسالت اللي هو البسالت ده مش زي الكربون، ما بيعملش تفاعل مع ستيل. يعني انا لو حطيت بسالت وما حطيتش جلاس فايبر ما بين البسالت والحديد مفيش مشكله، لان البسالت ما بيتفاعلش. فاحنا حطينا جلاس فايبر عشان نمنع التاكل، وحطينا استعملنا بسالت برضه، ده كان احد الاختبارات، وحطينا دبل لايرز.
الباتشز بتاعتنا اوسع شويه في التيست ده من التيست الاولاني، ومش كناش حاط الاول، كنا حاطين ملح، ما حطيناش ملح في، لان الملح بيديك نسبه كوجه معينه. اوكي، فانا ايه هوريك دي صوره للتيست في المعمل. احنا كان عندنا، انا ما بقى اليونت مش حاططها حاططها بالانجلش يونت، نعتذر على هذا، لكن الستريس رينج 55 ميجا باسكال، ده الستريس رينج اللي حاطينه على العينه، بنشد ونسيب نشد ونسيب نشد ونسيب، بحيث ان الستريس رينج 55 ميجا باسكال. وطبعا ده علشان انت بتعمل اختبار اجهاد متكرر اللي هو الفتيج للعينه اللي جوه دي، لكن الفريم كله عمال يتني ويجي يتني ويجي، فممكن يحصل لك شروخ في حته تانية في الفريم نفسه. طب انا مش عايز اعمل تيست للفريم، انا عايز اعمل تيست للعيان، يبقى لازم تصمم الفريم تصميم صحيح، لان انت ممكن تلاقي بدل الكراك اللي انت حاطه في العينه ده، بدل الكراك ما يكبر وتشوفه هو بيكبر وتشوفه هو بيروح للفايبر وتبقى فرحان بالريزلت، تلاقي الفريم نفسه عمال يتشرخ لك هنا وهنا، يبقى باظت الدنيا، يبقى عمال تصلح في الفريم ومش عارف تعمل تيست للسبيسيفيك. فالفريم نفسه، الفريم نفسه لازم يتصمم برضه تصميم كويس، يا الا ممكن يقعد يشرخ منك. طبعا احنا علشان نعمل العينه دي، الطلبه عندنا في اللاب، وانا يعني طلبه صراحه شغلهم هايل، لازم بيعملوا بريبريشن، وعندنا جماعه طلبه بنات بيعملوا شغل هايل جدا، واولاد كلهم هايلين بصراحه، بياخدوا قياسات على حته الحديد، وبعدين في شرخ، هو الشرخ مش باين، بنحط شرخ في الاول، لان انا مش مهتم بالوقت اللي هاخده قد ايه عشان الشرخ يظهر، انا مهتم بان الشرخ ده يكبر اللي انا حطيته، ولما يكبر بقى ويخبط في الباتشز اللي انا حطيتها دي، ايه اللي هيحصل له بالظبط. اوكي، فلازم نعمل بريبريشن. طبعا عملنا حاجه مهمه جدا، ان احنا عملنا ايه عشان بس ما انساش، عملنا وقت. اوكي، عملنا انسترومنتيشن كتيره جدا، وحطينا اجهزه كتير عشان ناخد قياسات وكده تحت الميه. وطبعا انت عشان تحط سترين جيج تحت الميه لازم تغطيه بطريقه معينه، الا الميه تخش له ويبوظ، ففي كذا حاجه كده كان لازم تعمل. فحطينا ايه ميجرمنتس عشان ناخد سترين ميجرمنتس وديسبيسمنت وحاجات كده. طبعا التيست سيت اب كان اكستنسيف. في حاجه من الحاجات اللي عملناها، وانا هوري لكم النهارده برضو ايه فيديو يوريك التيست ده، عملنا حاجه لذيذه جدا. انا بص اشرح لكم، احنا المفروض ان احنا بنحاول نمثل فكره ان احنا عندنا حته حديده من الباب ده، والحديده دي فيها شرخ، وانا بحط الكربون فايبرز، انتوا شايفين الشرخ اهو، الشرخ اهو، ودي الفايبرز بتوعي، وبشوف الشرخ وهو بيكبر لما يخبط في الفايبر ايه اللي هيحصل. حته الحديده دي بتمثل حته من الباب المهول اللي عندي ده، اللي انا وريته لكم اللي تحت الميه ده موجود. اللي بيحصل ايه يا جماعه؟ اللي بيحصل ان الباب ده لما بيتفتح، حتى لما احنا لما لو حد فيكم يعني عدى من هويس اللي في النيل ده، لو خدت مثلا الكوزه اللي في النيل دي دايما بتعدي، بيحصل ايه؟ لما الباب يتفتح في حاجه اسمها تاج بوت، اللي هو المركب اللي بيشدك يطلعك بره، في مركب كده بيشدك يطلعك بره. المركب ده بقى التاج بوت وهو ماشي في مروحه ورا، المروحه دي بتلف بسرعه معينه، والانهار فيها زي مثلا طمي او رمي معلق في الميه، سسبندد بارتكلز، متعلق في الميه، لا هو تحت خالص الميه متكدره كده، مش صح؟ مش كده؟ فهو مش راسي في الارض او في قاع النهر، هي يعني متعلق كده، والمروحه اللي في اخر المركب دي اللي بتشدك بتلف البارتكلز دي، او بتلف الحاجات اللي متعلقه دي وترزعها تخبطها في الحديد. فالكربون فايبر بتاعك ده مش بس واخد حمل، ان انت عمال بتشد وتسيب تشد وتسيب، ان الباب بيفتح ويقفل والميه بتطلع وتنزل، فالباب بيتعرض لاحمال متكرره، الميه بتطلع وتنزل، فالحمل يبقى متكرر، والباب بيفتح ويقفل فالحمل برضه بيبقى متكرر. فالحمل مش جاي من هنا برضه، او يعني الاستريس على التصليح اللي عاملينه مش جاي من ان الباب شغال والميه عماله تطلع وتنزل والباب يفتح ويقفل، ده جاي برضه من الرمل اللي عمال يخبط في التصليح اللي احنا عملناه ده، بسبب ايه؟ بسبب المراوح اللي في المراكب اللي بترزع الرمل ده على الباب. فكنا عايزين نعمل سيميليشن ليه، ازاي الرمل ده يخبط
وازاي الميه في توربلنس في الميه، دي زي دوامات في الميه، والدوامات في الميه دي برضه هتساعد ان التصليح اللي انت عامله ده يتاكل، يبدا يتقشر منك. فالحاجات دي لازم تبص عليها لحد ما. احنا يعني انا هوريكم نتيجه 4 اختبارات. فاختبار في الهواء من غير تصليح، وتحت الميه من غير تصليح، وبعدين حطينا الكربون فايبرز، وبعدين حطينا البسالت فايبر تحت الميه. فدي تصليحات في الهواء من غير تصليح، وتحت الميه من غير تصليح، وبعدين بتصليح كربون فايبر تحت الميه، وبتصليح بسالت تحت الميه. وخد في اعتبارك ان احنا حاطين 2 لايرز مش 1 لاير، 2 لايرز، كل بانل عليها 2 لاير سي اف. انا هوريكم تيست فيديو انا كنت يعني مسجلهم من اول اختبارات، ما كانتش 2 لايرز يعني، بس هديك فكره التيست عامل ازاي. يعني اللي انا هوريكم لك دلوقتي من اختبار قديم، بس يعني هو بالظبط نفس الفكره بالملي، لان الفيديوهات دي يعني ايه كويسه. طيب ده اول، استنى ما نشوف كده بقى ايه ده اول فيديو. انت كده شايف ده كان طالب عندي في اللاب، شايف بقى ادي سامع الصوت ده المتكرر، ده حمل متكرر، بشد واسيب اشد واسيب. في شرخ طبعا، ده مش دم، مش ما موتناش طالب ولا حاجه، ده شرخ حاطينه، وبعدين بترش ماده حمراء كده عشان تبين لك الشرخ اخره فين. شايف اخر الشرخ فين؟ كان الشرخ خلاص داخل على الكربون فايبرز اللي على جنب، الفايبرز على اليمين والشمال، والشرخ خلاص مقرب فيهم قوي. الشرخ الاولاني العريض ده، العريض اللي هنا ده، ده احنا اللي حاطينه. بعد كده حطينا في اخره لحام عشان يساعد ان الشرخ يبدا يكبر بسرعه. فده لحام اسمه تاكويل، ده احنا اللي حاطينه. يبدا بقى يكبر الشرخ ويخش على الكربون فايبر، وانت تشوف ايه الكربون فايبر ده هيقلل معدل سرعه الشرخ انه يكبر ولا هيعمل بالظبط. ده كان التيست اللي في الهواء او ان اير. طبعا عملنا انا اوريك بقى لما دي من الاختبارات الاولانيه، سامع الصوت ده، ده ايه؟ شوف دلوقتي، شايف ده، شايف السي اف ار بي بتتنطر كده، بيحصل بريتل فيلير للكربون فايبر نفسه، الكربون فايبر نفسه ما قطعش. اللي حصل ان حصل فيلير فين؟ في اللزق، صح؟ اللزق فكي، لكن الكربون فايبر نفسه ما قطعش حتتين. ده كان من اوائل الاختبارات اللي بقول لكم عليه، الفايبر ما قطعش حتتين، لكن اللزق فك، اللزق بتاعنا فك. طبعا ده مش البيست بيرفورمانس، انا لو قدرت ان اخلي اللزق ده ما يفكش خالص يبقى انا كده ايه وصلت لهدفي يعني. اخر تيست هوريه لكم ده تحت الميه، شوف لما قلت لك في تربلنس تحت الميه وفي ميه بتلف وفي رمل متعلق، بص كده تركز تلاقي الرمل عمال يروح ويجي كده، زي بالظبط لما تكون بتعوم في البحر وتيجي موجه تشقلبك وتلاقي الرمل كده حواليك في كل حته. والرمل ده عمال يخبط فين؟ عمال يخبط في الحديده، وعمال يخبط في التصليح اللي احنا حاطينه، والتربلنس دي او اللي هي الدوامات دي برضه بتاشر في اللزقه اللي احنا حاطينها، فكل دي عوامل بتاثر في التصليح بتاعك. ماشي؟ فايه؟ فدي فكره الاختبار بوجه عام. لما جينا بقى عرفنا بقى لما حطينا بقى 2 لايرز وحطينا الجلاس فايبر اللي قلت لك اللي عشان الكوروجن يبقى اقل بكتير جدا، وظبطنا الدنيا وظبطنا كل حاجه، وصلنا لنتائج هايله. فاكر في اول فيديو وريتك لما اللزقه اتمطرت كده، فك اللزق فك، يعني كاربون فايبر اتمطر ما اتقطعش. فطالما ما اتقطعش اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان اللزقه فكت. في الاختبارات اللي عملناها بعد كده انا دي نتائجها اهي. هنا برضه حصل ان اللزقه فكت، وانت شايف كده ايه في الناحيه القدامانيه من البانل. الناحيه الورانيه بقى بصراحه حصل عندنا حاجات جميله جدا. اللزقه ما فكتش، وقطعنا الكربون فايبر تماما، شايف مقطوعه في النص واللزقه ما فكتش نهائيا. معناها ايه يا جماعه؟ معناها ان احنا we developed the full strength of the carbon fibers. Carbon fibers اللزق ما فكش، اللزق الكونكشن اللي هو اللزق اقوى من الفايبر، والفايبر فضلت تشيل الحمل لحد الكراك ما بقى كبير جدا، وقالت انا مش هقدر اشيل اكتر من كده، وانا I reached my ultimate strength اللي هو الفايبر واتقطعت. فده طبعا ده بيست، يعني ده احسن نتيجه ممكن توصل لها.
طبعا بقى انت بتعمل تحليلات وبتشوف الشرخ نفسه. لما نبص على الشرخ من فوق اللي هو التوب فيو بتاع الشرخ، بنقدر نحدد، مش هدخلكم في التفاصيل دي، يعني امتداد الشرخ اتمد من هنا لهنا بانهي طريقه، ستيبل جروث، يعني الكبر الشرخ كان ستيبل، وفي حته ان ستيبل، وفي حته بنقول عليها ترانزيشنال ريجن. فنقدر من شكل منظر الشرخ نعرف احنا في انهي منطقه بالظبط، نعرف احنا في انهي ريجن ايه بالظبط. فدي طبعا حاجه من الحاجات اللي كانت مهمه جدا في الاختبارات. بوجه عام انا هنا موريكو يعني رسم، احنا يعني راسم، لان الكراك بيكبر من الناحيه اليمين زي الناحيه الشمال، من نص العينه اليمين زي الشمال، فانا راسم ناحيه واحده بس. لكن بوجه عام كان في تحسن شديد بسبب ان احنا حطينا الكربون فايبر والبسالت فايبر، انهانسمنت كان كبير جدا. طبعا لو كبرنا الفايبر بتاعتنا هيبقى الفاتيج لايف احسن بكتير جدا برضه، يعني ان احنا نطول في عمر احنا تقريبا طولنا في عمر العينه باللزقه دي حوالي 60% اكتر، فاحنا ممكن نوصلها ل 100%. يعني بدل ما يعني انا لو عندي باب والباب ده الشرخ هيكبر في خلال 10 سنين، هيبقى كبره حاجه انا مش عايزها. انا ممكن بدل ما اخليه يكبر في 10 سنين للكبر اللي انا مش عايزه ده، اخليه يكبر الكبر ده في 20 سنه. فانا كده وفرت 10 سنين، مش لازم اروح ابص عليه، ولا اروح افضي الميه، ولا اروح انزل الناس واوقف حال الناس. بالعكس، انا اروح احط لزقه اللي انا قلت لكم عليها دي، واقعد 10 سنين ما ابصش عليه. طبعا تبص عليه امتى وما تبصش عليه امتى، دي حاجه مهمه جدا يعني. طيب انا يعني ايه اي ثينك ان انا ايه اه طيب انا يعني طيب هل طريقه التصليح دي انا اعمل بيها ايه بقى بالظبط؟ يعني انا لو عايز اصلح وعايز اظبط الدنيا في المنشات بتاعتي، اعمل ايه بالظبط؟ تاخد اللزقه دي واحطها امتى وما احطهاش امتى؟ وافرض رحت في حته لقيت في اكتر من شرخ، اعمل ايه؟ الكباري زي ما قلت لكم قبل كده فيها مشاكل كتيرة جدا. مثلا وانا هبدا اكلمكم على الكباري عشان تشوفوا الابلكيشن بتاعه الكلام اللي عملته ده للكباري. الكباري فيها مشاكل، فيها كوروجن كتير، والكوروجن ده بسبب حاجات كتير. لما بيحصل ان في تلج بينزل على الكباري هنا في امريكا، فبيحطوا حاجه اسمها يعني دي ايسنج كيميكالز، الكيميكالز دي كيماويات عشان تسيح التلج، عشان العربيات ما تتزحلقش. الكيماويات دي بتخش من فواصل الكباري، تنزل من الفاصل بتاع الكوبري وتنزل على الحديد بتاعك وتعمل لك تاكل فيه، فبيبقى عندك صدأ. فانا ممكن اخد الفايبرز دي مش بس عشان ابص الاجهاد المتكرر، حاجه زي كده احط عليها مثلا لو ينفع احط عليها الفايبرز بتاعتي. صح؟ لكن هي النقطه مش انا هحطها على الكوبري المتعرض لاجهاد متكرر ولا الكوبري المتعرض لكوروجن. السؤال هحطها امتى وفين وكل قد ايه؟ والسؤال ده مهم ليه؟ هديك مثال. السؤال ده مهم لان مثلا انت عندك في امريكا عندنا مشكله في 11% من الكباري في امريكا بيقولوا عليها فراكشر كريتيكال بريدجز. فراكشر كريتيكال بريدجز دي معناها ايه؟ معناها ان الكوبري لو حصل شرخ في كاميرا من كاميرات الكوبري، الشرخ ده ممكن يعمل لنا مشكله لو الكاميرا كلها اتكسرت. هل ده معناه ان الكوبري هيقع؟ لا، مش معناه انه، لكن احنا بنخوف المهندسين وبنخوف الناس اللي شغالين وبنقول لهم دي فراكشر كريتيكال، يعني الفراكشر كريتيكال، يعني لو حصل فراكشر هتبقى مصيبه صغيره. مع ان في الحقيقه مش هتلاقي ان في كباري وقعت بعد الستينات غير في واحد، يعني الكباري اللي وقع في مينيسوتا في 2004 ده ما كانش شرخ كبر جمهور الوقت، ده كان حاجه ثانيه. طيب مشكله ايه الفراكشر كريتيكال بريدجز؟ الفراكشر كريتيكال بريدجز دي عموما بيبقوا كباري فيها كمرتين. دي الامريكا بتقول لك ايه؟ الفيدرال هاي واي بيقول لك ايه؟ بيقول لك الكباري اللي فيها كمرتين، والجزء كبير جدا من الكباري دي كان مبني في الستينات وبرضه ادمت وفيها كوروجن زي ما وريتك. الكباري دي اللي فيها كمرتين لازم تروح تبص عليها كل سنتين، حاجه اسمها ارم لينث. ارم لينث يعني تبعت ناس تبص على الكوبري وتيجي عند الكوبري ويبقوا كده وشهم في وش الكوبري، يعني بعيد عن الكوبري بمقدار دراع، ده ارم لينث. انا عشان اعمل كده بصرف كميه فلوس على انسبكشن ما لهاش اول من اخر،
وطبعا فلوس دافع الضرايب هي اللي بتتصرف على الانسبكشن. طب انا بروح اعمل انسبكشن كل سنتين ليه؟ على حاجات ملهاش لازمه، واصرف ملايين الملايين الملايين. مرعوبين في رعب ملوش اي تفسير، او يعني ليه تفسير بسبب كوبري اللي وقع في الستينات ده، لكن انت عندك اليابان ما بتعملش كده، اوروبا ما بيعملوش كده، دول كتير اوروبيه. مش معنى ان هو كوبري كمرتين ان انا اروح ابص عليه كل سنتين. طبعا خد عندك مثال في مصر، طبعا مستحيل يكون حد يروح يبص على كوبري كل سنتين في مصر. فاحنا هنا مرعوبين ليه ما تعرفش، فبنبص عليهم كل سنتين فبنصرف فلوس ملهاش امان. فجينا قلنا طيب ما نعمل بقى لايف سايكل اناليسيس تقول لنا نروح نبص على الكوبري امتى وما نبصش على الكوبري امتى. واللايف سايكل اناليسيس دي هتخش فيها جزء منها طريقه التصليح اللي انا قلت وريتها لكم دي، اللي تحط كاربون فايبر، ممكن تبقى دي جزء من اللايف سايكل اناليسيس، وهوريك ازاي، اوريك تخش فين في الاناليسيس بتاعك. عموما انت لو بص، انت لو عندك كوبري، السؤال اللي هتساله لنفسك ايه؟ انا لو عندي كوبري اروح اعمل له صيانه امتى؟ انت في العربيه وتسع عربيتك بيروح، طلع لك كده ايه مسج طلع لك في العداد تقول لك ايه، انت مش عارف وصلت لكذا، روح غير الزيت او روح غير مش عارف الفلتر. انت لو ما رحتش غيرت الزيت والفلتر هيحصل حاجه، ما ممكن تسوقها مثلا 1000 كيلو كمان، 500 كيلو، 2000 كيلو. اروح امتى واروح فين بالظبط؟ ده سؤال مهم جدا، وده ما بيتبعوش في العربيات، لان هم في العربيات عايزين ياخدوا فلوسك وخلاص. واخد بالك؟ احنا ما بنتبعوش في الكباري برضه، لان في الكباري احنا مرعوبين. يعني there's different reasons يعني. فهو عشان تعرف اروح امتى وما اروحش فين، انا محتاج اعرف لو في شرخ، الشرخ ده بيكبر بمعدل قد ايه؟ وانهي طول للشرخ هيبقى طول يستحيل بعديها ان الكوبري ده يشتغل بطريقه ايه؟ امنه. يعني بعد طول الشرخ ده هنروح في 60 داهيه كلنا والكوبري هيقع على دماغنا مثلا. يعني لازم اعرف الموضوع ده. نفس الموضوع في العربيه، انت ما تيجي تقول لي حال معاك داخل تغيير الزيت ليه؟ طب قول لي لو لو قعدت فتره قد ايه بعد موضوع الزيت ما بتطلع لي المسج دي، انا هبقى كويس. طبعا يعني العربيه مش هتبوظ، طبعا انا مش عايز عدم تغيير الزيت ياثر على حاجات تانيه، صح ولا لا؟ يعني مش عايزين نبوظ حاجه في العربيه عشان مش عايزين نغير الزيت دلوقتي. فالموضوع كله لايف سايكل، ايه الكوست بتاعت كل حاجه وتاثيرها ايه، وانا لو عارف الدنيا شغاله ازاي والشرخ ده بيكبر بمعدل قد ايه، هعرف اروح اصلحه امتى وما اروحش اصلحه. علشان اقدر اوصل للكونكلوجن ده، مهم جدا ان انا اعمل حاجه اسمها بروبابيلستيك اناليسيس. كان في ان سي اتش ار بي ريبورت كنت انا كتبته مع اثنين يعني برضه اساتذه في امريكا، روبرت ديكستر كان في جامعه مينيسوتا كان استاذي، وراب كونر في جامعه بوردو يونيفرستي، واتكلمنا فيه على انسبكشن اند مانجمنت اوف بريدجز. وقلنا ان انت لازم تعمل يعني تدخل الاحصائيات والاستاتستكس في القرار بتاعك، لان انت لما تيجي تقول لي، انا لما اجي اقول لك ما تصلحش الكوبري دلوقتي صلحه كمان 10 سنين، انت هتيجي انت كمالك للكوبري تقول لي ايه؟ طب وايه نسبه الخطا؟ اقول لك نسبه ان هو يقع مثلا يعني 1%. هتقول لي ايه؟ طب وانت متاكد من كلامك بنسبه كام في الميه؟ اقول لك انا متاكد من كلامي بنسبه 95%. عشان تكوميونيكيت ريسك لازم تكوميونيكيت ريسك، تكلم حد عن المخاطر، لازم تتكلم عن المخاطر بهذا الاسلوب. ما ينفعش تعمل اناليسيز مره واحده ديترمينستيك اناليسيز واديك الانسر او اديك الحل بيست اون ديترمينستيك، اللي هي انا عملت الاناليسيز مره واحده وشكرا. لا، انا المفروض اقول لك الاحتمالات، ايه الاحتمال ان الشرخ ده يوصل لحجم احنا مش عايزينه، ها؟ وبعد ما اقول لك الاحتمال تقول لي انت واثق في اجابتك بنسبه قد ايه؟ اقول لك واثق في اجابتي بنسبه 95%. انت كمالك للكوبري ده تحدد، انا الكلام ده عاجبني، لا انا بصراحه 95%، انا عايز واحد انا عايزك تبقى متاكد من كلامك 99%. خلاص عايزنا نبقى متاكد 99%، تروح تصلح الكوبري كل 7 سنين. واخد بالك؟ انت هتختار 10 سنين ولا 7 سنين ولا 5 سنين ده بتعتمد على ايه؟ على كونك انت واحد بتحب المخاطر او واحد ما بتحبش المخاطر، او واحد بيقول عليه ايه؟ ريسك سيكر، واحد بيدور على ريسك، او واحد ريسك نيوترال، واحد اللي هو ايه؟ حريص، عارف انت اللي هو حرص ولا تخونش ده. او ريسك نيوترال في النص، ها؟ وطبعا كلنا يعني انت عندك صاحبك الحريص قوي اللي بيخاف كده مش عايز ايه؟ وفي اللي هو اللي فاتح صدره ومش همه حاجه، احنا طبيعتنا كده. فانا بقول لكم النقطه دي ليه يا جماعه؟ برضه مهمه. لما تيجي تتكلم في اي دوله في العالم، في اي دوله في العالم بتاخد قرارات في مشاريع وتاخد قرارات في استثمار،
ما فيش إجابة صح أو غلط، بوجه عام يعني الكلام ده احنا شغالين فيه كتير جدا. الإجابة بوجه عام بتعتمد على اللي بياخد الديسيجن ده، هل هو ريسك سيكر ولا ريسك نيوترال ولا ريسك افيرس، أو ما بيحبش ياخد مخاطر. ها تعتمد عليك كشخصك، واخد بالك؟ فمهم جدا ان انت تعمل probabilistic analysis، ان انت الاناليسيس بتاعتك يبقى داخل فيها احصائيات عشان اعرف ازاي اكلمك في ريسك كويس. طيب عشان نعمل اللايف سايكل اناليسيس احنا محتاجين ايه بالظبط؟ اول حاجه محتاج تعمل نيوميريكال اناليسيس، المفروض يبقى عندك موديل يقول لك، او لو عندك داتا من الفيلد ماشي، بس موديل يقول لك الشرخ ده هيكبر ازاي وهيكبر معدل قد ايه. لازم افهم الحته دي الاول. في موضوع الشروخ في حاجه اسمها ستريس انتنسيتي فاكتور، عامله زي الستريس كده بس مش بالظبط زيها، دي بنستعملها في ان احنا ايه ناخد قرارات او نعمل ايه نفهم معدل الشرخ ده هيكبر ازاي وقد ايه. فستريس انتنسيتي فاكتور ده حاجه في الميكانكس يعني مهمه ان احنا نفهم بيها الشرخ ده هياخد وقت قد ايه عشان يكبر من الـ من الـ من الـ من الطول ده للطول ده. بعد ما اعمل الكمبيوتر موديل بتاعي فاينايت اليمنت، او حتى عمل اختبار واحد في التيست وجبت منه داتا، او جبت داتا من المنشأ نفسه او من منشآت كتيره، لازم اعمل حاجه اسمها فرجيليتيز. الفرجيليتيز دي بتبقى ايه؟ زي ما قلت لك بقى احنا ما بنعتمدش على كيرف واحد، احنا بنعتمد على كيرفات كتيره جدا، لان انا ما ينفعش اجي اقول لك ده معدل الشرخ هيكبر من هنا لهنا في 30 يوم، قلت له اعرفك انه 30، ما ممكن يبقى 40، ممكن يبقى 50، ممكن يبقى 70. طيب بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الميكانكس، يعني هو هيكبر ازاي. بس هقولها لك بطريقه اسهل، انت لما تيجي تشد حته حديده، وكتير منكم طبعا اللي هم يعني خدوا ماده ستراكشرز او ستاتكس وانتوا طلبه، يعني بيقول لك اللي هو اليونجست مودولس 200,000 ميجا باسكال، 200,000 ميجا باسكال، صح؟ طب ومين قال لك 200,000؟ ده 200,000 ده مطلعينها من اثنين، مطلعينها من اناليسيز على اختبارات كتيره جدا جدا جدا، وخدوا المين بتاعها وقال لك المين 200,000. لكن ممكن اعمل تيست، ممكن اجيب حديده من عند الراجل واعمل اشدها، بدل ما يطلع لي 200,000 ميجا باسكال تطلع لي مثلا 210، تطلع لي 190، تطلع لي 185، تطلع لي 205، انا ما اعرفش بالظبط. فانا ممكن اقول لك ان انا اعمل حساباتي على اساس ان اليونجست مودولس 200,000 وما تطلعش 200,000. ممكن اعمل حساباتي على اساس ان الحاجات اللي بتاثر في معدل كبر الشرخ استعمل ارقام معينه، والارقام المعينه دي ما تكونش صح بالظبط. كل حاجه ليها ايه؟ statistical variation، في مين وفي standard deviations. فاحنا لازم بدل ما نطلع كيرف واحد نطلع كيرفات كتيره جدا، ونستعمل الكيرفات دي كلها في ان احنا ايه ناخد decision. ما ينفعش decision based on one analysis، ما ينفعش. انت ممكن تاخد اوطى كيرف فيهم وتعمل عليه decision، بس انت ممكن ساعتها تكون بتضيع فلوس. بعد ما تعمل الاناليسيز الكتيره قوي دي، تعمل بقى ايه اللايف سايكل اناليسيز. واللايف سايكل اناليسيز في حاجه بنعملها اسمها اوبتمايزيشن. الاوبتمايزيشن دي بتخليك تقدر تحدد تعمل انسبكشن امتى، تصليح امتى للمنشأ، بحيث ان التكلفه العامه بوجه عام تقل جدا جدا جدا، اقل حاجه ممكنه. الاوبتمايزيشن دي يعني بيستخدموها في حاجات كتيره جدا، يعني في مجالات ما لهاش اول من اخر. هي يعني من الناحيه الحسابيه معقده، ولكن البنفيتس مهوله اللي ممكن تطلع منها. طيب انا قلت لك لازم تعمل فاينايت ايلمنت موديل وتطلع منه كراك بروبيجيشن، اللي هو الشرخ هيكبر بمعدل قد ايه. ده بس انا بوريك شويه اكزامبلز ديفرنت مودلز احنا عاملينها في ديفرنت ابلكيشن. فالموديل اللي فوق ده فاتيك كراكس الميتر جيتس، اللي هو البوابه الكبيره اللي قلت لك في الهويس. اللي على اليمين ده انا هكلمكم عليه وقت يركز عليه اكتر، اللي هو ايه كوبري، يعني عاملين كوبري معدني اللي هو التوب جيردر، توب ستيل توب جيردر، عاملين ديتيلد فاينايت اليمنت موديل، والموديل ده حاطين فيه شرخ ومطلعين معدل كبر الشرخ مع تكرر الاحمال. وبرضه عاملين موديلز على السفن، وموديلز على حاجه اسمها ديستورشن اندوس فاتيج، وفي موديلز كتير جدا. ممكن تاجين، ممكن تجيب الداتا دي من اختبار في المعمل، انت عامل جبت عينه وعملت الاختبار زي ما احنا ما وريتك، ممكن observation، ممكن numerical simulation او finite element model. طيب الموديل اللي فوق ده انا هوريه لك ليه؟ هركز عليه بتاع الكوبري، لان الموديل ده
احنا استخدمناه. هوريك الاكزامبل بتاع اللايف سايكل اناليسيس في الموديل ده. بص الموديل ده الديتيلز بتاعته ايه. ده طبعا هو مكشوف، انا مش موري السلاب اللي فوق اللي العربيات بتمشي عليها وكده، لكن الحته الديتيل اللي هي احنا مهتمين بيها الحته دي، وقلنا ان في كراك هيحصل هنا عشان كده الحته دي المش اللي هو الفاينل اليمنت مش صغير شويه عشان تقدر تطلع اكيوت ارقام صحيحه للستريسز والسترينز. الحته دي بالظبط يعني من جوه كده انت مش شايف هنا او تشوفها من الناحيه دي، في زي ستيفنر كده ملحومه في الجلد، في ستيفنر جوه هنا احنا مش شايفينها الناحيه دي، احنا حطينا كراك جوه على اساس ان الكراك ده جاي من اللحام بتاع الستيفنر، اللحام وحش فحصل كراك او الستريس رينج عالي فحصل كراك. الكراك بقى هيكبر ازاي؟ هيكبر بطريقتين، هيكبر لفوق وهيكبر ايه؟ شمال، لان هو انت عندك كراك بادئ هنا هيطلع لفوق وهيمشي شمال وبعدين يطلع لفوق في الايه؟ في الرجل الثانيه اللي على الشمال. فاحنا بقى عايزين نعرف بقى الكراك هيكبر بمعدل قد ايه؟ وامتى اروح اصلح الكوبري ده بحيث ان انا اقلل التكلفه على قد ما اقدر. تمام؟ فبعد ما طلعت طبعا بعد ما عملت الكمبيوتر موديل اللي انا وريته لك ده، انا بستعمل في راجل كان اسمه بول بيرس. بول بيرس ده كان يعني من اوائل الناس اللي اشتغلوا في الحته دي في الدنيا، في ايه معدل كوبري كراك، يعني كراك بيكبر قد ايه وبسرعه قد ايه. وفي عمل حاجه اسمها البيرس لو. بيرس لو دي فيها بارامتر اسمه سي وام. البارامتر سي وام ده برضه ليه statistical variation mean و standard deviation. فلو خدت من الاناليسيس بتاعتي اللي انا عاملها على الكوبري ده عرفت قدرت احسب معدل ان الكراك بيكبر ازاي، ها باستخدام الستريسز اللي طالعه مع البيرس لو، حطيت الاثنين مع بعض وطلعت الكيرف ده، ممكن بقى اغير السي والام ها واطلع كيرفات كتيره جدا جدا جدا. ماشي؟ فاحنا عملنا كده، وادي الكيرفات للكراك. انا وريتك في كراك طالع لفوق وفي كراك بيمشي بالعرض ويطلع لفوق في الاخر. ده الكراك بروبيجيشن ده اللي احنا مطلعينه من ايه؟ من استعمال المين فاليو بتاعت السي والام. السي والام استعملتها في الكراك اللي على اليمين والكراك اللي على الشمال، وادي السي والام مكتوبه هنا اهي. بيطلع لك الكيرف الاحمر ده في الكراك اللي على اليمين والكيرف ده الاحمر ده في الكراك اللي على الشمال. لكن السي والام ليها statistical variation زي ما قلت لكم، فانت تدخل ال statistical variation تطلع بقى كميه كيرفات مالهاش اول من الاخر اهي. شوف كيرفات كتير 10,000 كيرف كل واحده. طب انا اعمل ايه بالكيرفات دي اصلا؟ انا طلعت الكيرفات دي كلها هعمل بيها ايه؟ اوريك بقى انا هعمل بيها ايه. الحاجه اللي هتعملها بعد كده اللي هي اللايف سايكل ايه اوبتمايزيشن. الفكره بتاعتها ايه؟ انا هحاول ابسطها يعني باقصر طريقه ممكنه. دلوقتي انت في حاجات لازم تدخلها الموديل بتاعك اللي هو اللايف سايكل موديل، وانا هكلمك فيه بالتفاصيل شويه. اول حاجه من الحاجات اللي انت هتدخلها، انا لو عندي كوبري فيه شرخ صغير كده، او افترض انه في شرخين مثلا، انت تيجي تقول لي انا الكوبري ده انا عايز الكوبري ده يعيش معايا كمان مثلا 80 سنه او 70 سنه. التارجت لايف بتاعي 70 سنه، انا مش عايزه يعيش اقل من 70 سنه. دي معلومه لازم نبقى عارفينها عشان اقول لك تروح تصلحه امتى وتروح تكشف عليه امتى وتصلحه امتى. يبقى 70 سنه اول حاجه عرفناها. وتقول لي برضو انت مدخل عليه احمال قد ايه، ودي سهله انك تعرفها، يعني انت ممكن تعمل مونيتورنج وتبص على الكوبري وتعرف الحمل الداخل قد ايه. حاجه برضو من الحاجات اللي ممكن نعرفها بطريقه سهله جدا جدا اللي هو اكبر مقاس للشرخ. يعني الشرخ لو عدى المقاس ده الشرخ ايه مش هيكبر بالراحه قوي، لا ده بقى هينقلق ويقطع الكاميرا كلها. ده مش معناه ان الكوبري هيقع يا جماعه، معناه ان هو هيكبر بسرعه. فانا مش عايز اكبر بسرعه، انا عايز يعني اعمل حساباتي على اساس ان انا ما اروحش اعمل انسبكشن وريبير في فتره اكون شاكك ان الكراك ممكن هيكون بقى بيكبر بسرعه دلوقتي. لا، انا لو عارف ان الكراك هيكبر بسرعه جدا مثلا لما يبقى طوله مثلا 10 سم، انا هروح مش هخليه يعدي 6 سم مثلا، واخد بالك؟ ودي الرقم ده ممكن نعرفه بسهوله قوي. وعايزين برضو بقى نعرف عشان احسب الحسابات تكلفه ان انت تروح تبص على الكوبري قد ايه وتكلفه ان انت تصلحه ايه، التكلفه دي قد ايه؟ عايزين نعرف التكلفه. طيب فبنبدا ازاي بقى الاوبتمايزيشن الجوريثم؟ طبعا هو ماثيماتيكلي معقد، بس انا مش هشرح لكم كل الايه تفاصيل الحسابيه اللي فيه، بس هشرح الفكره بطريقه مبسطه. انت بتيجي ايه؟ بتيجي تقول انا عايز اعيش معايا 70 سنه. ماشي؟
فانا ايه بعمل شايف تحت كده في 0001 001، ده كل سيل او كل مربع فيهم بيمثل سنه. فانت انا مش طبعا مش حاطط 70 مربع، لكن هم انت عايز 70 سنه يبقى عندك 70 مربع. كل ده بنعمله في ماتلاب او بايثون كود. فانت بتقول 70 سنه، فانت بتعمل ايه؟ بتقول اول حاجه انا هفترض في الاول خالص، هفترض افتراض في الاول خالص ان مش هعمل انسبكشن، مش هعمل انسبكشن، مش هعمل انسبكشن، عشان كده انا شايف اصفار، وبعد كده هعمل. فواحد، ففي السنه الرابعه هعمل، السنه الخامسه مش هعمل، السادسه مش هعمل، السابعه هعمل، الثامنه مش هعمل، التاسعه هعمل، العاشره مش هعمل، وهكذا. الارقام دي جايه منين؟ جايه راندم، اي حاجه انت بتقول للكمبيوتر افترض، افترض لي اي تشكيله. مش هروح اكشف على الكوبري، مش هروح في السنه الرابعه، الخامسه مش هروح، السادسه مش هروح، السابعه هروح، الثامنه مش هروح، التاسعه هروح. بيفترض اي حاجه من عنده، وبعدين بياخد الافتراض ده بيدخله في حاجه اسمها فيتنس فانكشن. الفانكشن دي داخل فيها الكوست بتاع الانسبكشن والريبير، الكوست بتاع الريبير، والكوست بتاع او حاجه اسمها بينالتي كونسترينت او بينالتي كوست، بحيث ان انت لو كراك، لو الشرخ عدى طوله في الكومبينيشن اللي انت عامله ده، لو عدى طول الشرخ في اي مره طول كبير قوي، يروح معلي لك الكوست، فالكوست دي ايه؟ تقع منك في الاناليسز وتحطها في اخر ايه؟ في اخر حاجه تحت، لانها تبقى تكلفه عاليه جدا، فخلاص انت مش هتستعملها. طيب احنا بنعرف، احنا عارفين كل المعلومات، عارفين التكلفه دي والتكلفه دي، وعارفين اللي هو طول الكراك اللي ممكن يعمل لي مشكله. طيب انا بقى بدخل في الكوست فانكشن دي ايه؟ معدل كوبر كراك. بجيبه منين؟ بجيبه من الكيرفات اللي عندي، اللي عندي بروح ساحب راندملي كده بطريقه عشوائيه، اسحب كيرف فيه وادخل الكيرف ده بالمعلومات اللي فيه، اللي هو معدل كوبر كراك مع النمبر اوف سايكلز ومع كل الحاجات الثانيه اللي عندي، مع التشكيله اوف مش هعمل مش هعمل مش هعمل، وبعدين هروح اعمل انسبكشن وريبير، ويروح مطلع لي كوست. الالجوريثم اللي احنا كاتبينه ذكي جدا. بعد ما بيعمل اول اناليسيس، ها هو ايه؟ كل اناليسيس بيروح ساحب له كيرف من دول، اسحب لي كيرف، اسحب لي كيرف، اسحب لي كيرف، احنا عندنا 10,000 كيرف. لكن التشكيله بتاعت الصفر والواحد اللي هو افترضها في الاول دي، لما بنيجي بقى في السيميوليشن الثانيه، بنفترض بقى الافتراضه الثانيه، بيروح عامل ايه؟ بيفترض افتراضه جديده ذكيه جدا بناء على الافتراضه القديمه، يعني بيستعقد من المعلومات اللي هو احنا اديناها له في اول افتراضه. هو في الاول افترضنا اصفار وحيد من دماغنا او الكمبيوتر من دماغه، وبعد كده بيبدا يعدل في الاصفار والوحيد بحيث ان هو ايه؟ يوصل بسرعه جدا 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 للرقم اللي هيقلل لك التكلفه كلها بوضع. طبعا انت ممكن تقول لنفسك طيب انا عندي 70 سنه، ممكن اخلي الكمبيوتر يقعد يفرض لوحده كده اصفار وحيد كومبينيشن ملهاش اول من اخر، ويعمل لهم كلهم اناليسز واشوف ايه ارخص تكلفه في الاخر. ممكن طبعا، بس الموضوع هيخطئ منك وقت مهول، وقت مهول. تفرض ان انت عندك مليون افتراضه من الاصفار والوحيد دي، هيقعد بقى هو يرنن، هياخد ال 10,000 كيرف مع 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 افتراضه منهم، وبعدين يخلص، وبعدين ياخد ال 10,000 كيرف مع الافتراضه الثانيه، ويفضل يعمل كده لحد مليون افتراضه مش هتخلص. ممكن تقعد تعمل رن في الاناليسيس 3 اشهر. لكن الطريقه اللي احنا بنعملها ان احنا الاول بنفترض افتراض عشوائي، بعد قوه بيعمل ابديتنج من عنده، من الالجوريزم بيتعمل ابديتنج ذكي بناء على اول افتراض، بنوصل بسرعه جدا لايه؟ اللي هو بنقول عليها الاوبتيمال سولوشن، واخد بالك؟ ف في حاجه بقى بنعملها اسمها مونت كارلو سيميليشن اناليسيس، بتتكرر كتير جدا، اللي انا قلت لك كل شويه بيسحب من الكيرفات دي، بيسحب من الكيرفات ويفترض ايه؟ افتراضه جديده اذكى من الافتراضه اللي قبليه. ففي لوب كده ماشيه في السيستم. فده يعني وتحسب اللايف سايكل مع كل مره، وبعدين تشوف بتعمل ابديت للايه؟ للباترن بتاعك اللي هو الاصفار الوحيد زي ما قلت. في كونسترينتس وبرفورمانس اوبجيكتيف وكده، انا هسكيب الحته دي، بس احنا ايه؟ الحاجه اللي عايز اقولها ايه بطريقه عاديه، ان انا لما باجي اقول له بقى افترض لي اصفار وحيد واعمل لي الفيلم ده كله، ما تجيش تديني انسبكشن وريبير يكون الفرق ما بينهم يعني اقل من سنتين، يلا ما عملتش حاجه. لو هتديني سنتين سنتين سنتين، طب ما انا عندي دلوقتي سنتين سنتين سنتين. لا، خلي الفرق اكتر من سنتين عشان ايه؟ يبقى في كونسترينت على الاناليسيس. طبعا
يعني انا مش عايز اوجع دماغكم بالحاجات الماثيماتيكال، بس دي الفيتنس فانكشن اللي قلت لك عليها، والفيتنس فانكشن فيها التوتال كوست، والتوتال كوست ده في البينالتي فانكشن اللي انا قلت لك عليه، والتوتال كوست. التوتال كوست ده بيجي منين؟ بيجي من انسبكشن وريبير كوست. والانسبكشن والريبير كوست دي في كوست تكلفه مباشره، اللي هو انت ايه هتحاسبني على كام ان انت تروح تبص على الكوبري وتصلحه وبتاع، في تكلفه بقى غير مباشره اللي هو انا هقفل الكوبري والناس مصالحها هتتعطل والدنيا هتتبهدل واللي عايز يروح شغله مش هيعرف، فدي تكلفه غير مباشره. فاحنا بندخل معانا التكلفه اللي هو سي سب تي دي، التكلفه المباشره والتكلفه الغير مباشره. عشان كده تشوف ايه توتال انسبكشن كوست وتوتال ريبير كوست داخل فيها ايه، دي كده معناها دايركت اللي هي مباشره، والاي ان اللي هي اندايركت، دي دايركت واي ان اندايركت، فبندخل الدايركت والاندايركت كوست ماشي. وبندخل فيها برضو ايه احتماليه ان الطريقه اللي بستعملها ان انا اشوف الكراك والاقيه طريقه كويسه ولا لا، او هاو اكيوريت والاكيوريسي بتاعت الطريقه دي، فداخل فيها حسابات تانية. انا بس عايز اديكم ايه الفكره بوجه عام. لما تدخل كل الارقام دي معاك وداخل فيها بقى الحسابات اللي احنا ايه قلنا عليها والتكلفه المباشره والغير مباشره، ممكن تجيب التكلفه المباشره والغير مباشره. مباشره سهله، تقول له واحد انت هتحاسبني على كام؟ هيقول لك احنا هنجيلك الكوبري نقعد نص الساعه مثلا ب 5000 جنيه مثلا. التكلفه الغير مباشره صعب حسابتها شويه. احنا حسبنا التكلفه الغير مباشره، بتشوف ايه الاندايركت كوست فوق دي ليها علاقه بالوقت والكوبري مقفول لمده قد ايه، او طول الشرخه قد ايه. طبعا دي يعني مش سهله انك تحسبها، لكن عموما بوجه عام دي معلومات التكلفه المباشره اللي دخلناها في الاناليسيس بتاعتنا. دي معلومات التكلفه المباشره بتاعتنا، انسبكشن كوست دايركت كوست التكلفه المباشره $20,000، الانسبكشن تايم 3 ايام، الكلوجر كوست ان انت تقفل الكوبري $3,000 في اليوم، دي تكلفه مباشره يا جماعه، دي تكلفه. انفليشن ريت طبعا معدل الزياده، الانفليشن ريبير كوست ريبير تايم بينالتي فاكتور اللي احنا زودناها، والايتريشن عملنا 1000 ايتريشنز. اللي هتشوفه بقى هنا في الريزلتس ايه، انت كده بقى الالجوريزم بتاعنا بيقول لي ما تروحش كل سنتين، انت قلت لي الكراك او الشرخ طوله هيبقى ايه، هيمثل خطر على الكوبري ماشي، انت اديتني المعلومه دي خلاص، ما تروحش كل سنتين. امال اروح كل قد ايه؟ ادي اول انسبكشن، شوف بقى شوف بعد 11 سنه، مش كل سنتين ونضيع فلوسنا على الارض، وبعدين مش هتعمل حاجه، وبعدين هتروح تاني ها بعد ايه مده زمنيه معينه، وبعدين مش هتروح تاني بعد مده زمنيه معينه، ولما هتروح طول الكراك هيبقى كذا، اقل من الثريش هولد او اقل من اللي هو رقم الخطر اللي انت قلت لي عليه. وخد بالك عشان في تاكل وديتيريوريشن في الكوبري، فهتلاقي ان الكراك لينث بيقل، يعني الفتره الزمنيه ما بين الانسبكشن والريبير انترفال اللي هي الخطوط دي بتقل الى حد ما. الاقلالان مش باين هنا قوي، بس باين قوي في اخر واحده يعني الفتره، لان كل ما الكوبري قدم لا هروح اكتر بقى، في الاول خلاص مش عايز اروح كتير، لكن كل ما بيقدم هروح اكتر. هتبص ايه؟ هتبص تلاقي ان لما تزود، يعني بص الفرق في النتيجه، لما بتقول ان طول الشرخ اللي هو اللي ممكن يعمل لنا مشكله 1000 مللي مقارنه ب 2000 مللي، وسايكلز بير داي 1000 في الحالتين، بس شوف لما بتغير طول الشرخ الخطير او الشرخ اللي ممكن يعمل لك مشكله، تلاقي ان الانترفالز بتتغير معاك، وتلاقي الانترفال زي ما قلت لك بتقل، يعني الفرق ما بين الخطوط الطوليه دي في اخر ال 70 سنه بيبدا يقل. هنروح اكتر شويه يا جماعه، معلش عشان الراجل عجز محتاج يروح للدكتور اكتر، هو صغير في شبابه خلاص ما يروحش للدكتور كتير، لما تكبر شويه تروح للدكتور اكتر بدل، لكن مش اول ما اعمل كوبري اروح كل سنتين عشان الكوبري فيه كمرتين، فلوس ضايعه كتير جدا. طبعا انت ممكن يكون الكوبري واحد يقول لك انا الكوبري بتاعي ما فيهوش شرخ واحد، الكوبري بتاعي فيه 5 شروخ، طب اروح امتى؟ دي بقى يعني لعبه حسابيه يعني لذيذه جدا، اروح امتى؟ استنى لما اتنين يبقى طولهم كبير شويه وابدا اقلق واروح اصلحهم، طب افرض التالت يكون اقرب منهم شويه، ولا اعمل واحد وبعدين اروح التاني، ولا استنى الخمسه، ولا اعمل ايه بالظبط؟
فاحنا دي عملنا لها اناليسيز، مش هكلمكم بقى على على الماثيماتيكال ديفلوبمنت، لكن عملنا لها اتس اون ماثيماتيكال ديفلوبمنت ماشي، بحيث ان احنا الهدف الرئيسي التكلفه، تقليل التكلفه وجعا. فانا اروح امتى وما اروحش امتى واصلح انه واسيب انه، محسوبه بالظبط بحيث بطريقه الاوبتمايزيشن دي، بحيث ان انا التكلفه تبقى بوجه عام اقل تكلفه ممكنه للمنشا ده ماشي. انا هسيبني من الحته دي عشان دوشه شويه. طيب عملنا اناليسيس كتير يعني على الخمس شروخ دول، وحسبنا بالظبط تروح امتى وما تروحش امتى، وطلعنا يعني ايه زي ما تقول هيت ماب لكل شرخ اوفر تايم، وطلعنا منه بالظبط الايه البروبابيلتي ان الشرخ ده يكون مثلا ايه هو يعني شرخ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وكل شرخ فيهم هيبقى احتمال ايه في عند النقطة دي في الخمس شروخ ان الموضوع يبقى سيء، او ان الشروخ دي مثلا طولها يبقى مثير للقلق يعني. فبناخد الانفورميشن اللي احنا عملناها دي ها، وبعدين نطلع منها توتال لايف سايكل كوست، نحسب بنلاقي بنطلع الموست اوبتمايزد زي ما قلت لكم، ونطلع منها التوتال لايف سايكل كوست. الالوان اللي انت شايفها دي متشابهه للي قلت لك قبل كده، يعني هو بيقول ايه الاخضر معناه ما تعملش حاجه، اصفر معناها ايه روح بص على الكوبري كله وصلح الشوخ، وبعدين ما تعملش حاجه وبعدين روح تاني وسوء من سقوط. وهتلاقي الانترفال مختلفة ما بين لو انت عندك الكوبري ده في 2000 سايكل في اليوم versus ايه 1500 سايكل في اليوم، وتطلع التوتال كوست برضه في حالة الخمس شوخ في الكوبري. الحاجة اللي عايز اقولها لكم اللي هي اعتقد هتبقى تهمكم يعني، بص لو عملت لو خدت الكوبري ابو خمس شوخ ده ورحت بصيت عليه كل سنتين عشان تعمل له انسبكشن وريبير زي ما هو دلوقتي الكود بيقول لنا، هتصرف 4,428,000 دولار، ولو عندك 2000 سايكل في اليوم هتصرف 440,000 دولار. الطريقه اللي احنا عملناها بيها او اللي عملنا بيها الاوبتمايزيشن فريم ورك دي والكوبري في الامان وكل حاجه، هنصرف 300,000 دولار مش 428,000 دولار. طبعا هتقول لي ده يعني مش الفرق مش مهول يعني، انت لا الفرق مهول طبعا، انت بتتكلم في 130,000 دولار، وال 130,000 دولار ده بكوبري واحد، تخيل بقى انت عندك كام كوبري، كام كوبري معدني في عارفين في كام كوبري في امريكا بوجه عام؟ حوالي 650,000 كوبري في امريكا بوجه عام. الكوبري المعدني ما اعرفش، بس يعني هو تلاقي المعدني قد الخط. في ولايات بتفضل الكباري المعدنيه وفي ولايات بتفضل الكباري الخرسانيه، تلاقي الولايات اللي ايه اللي على الايست كوست او الناحيه الشرقيه نيويورك، حته نيويورك وبنسلفانيا ونيوجيرسي وكده، دول بيستعملوا الكباري ايه يمكن الحديديه اكتر. الشمال شويه في وسط امريكا وشمال بيستعملوا الكباري الخرسانيه. فانت عندك 650,000 كوبري، لو افترضت ان 300,000 منهم كباري حديديه مثلا، وانت بتتكلم على 100,000 دولار ممكن توفرهم في كل كوبري، مبلغ مهول يعني مهول. فدي فكره ازاي نعمل تصليحات بالكربون فايبر تحت الميه، وازاي ان احنا نقدر ندخل بقى التصليح ده، لان انا فاهم الكراك او الشرخ بيكبر بمعدل قد ايه والتصليح عمل ايه معايا. ممكن ياخد الكيرف ده يا اللي عامل فاينايت اليمنت اناليسيز ياخد الكيرف ده زي ما هو واستخدمه في اللايف سايكل اسسمنت اللي انا قلت لك عليه، وتوفر فلوس بلاش قوي. الفكره المهمه ان الطريقه اللي انا شرحتها دي في اللايف سايكل اناليسيس ممكن تستعملها في اي حاجه ثانيه، مش بس في ان انت تبص على الكباري، ممكن على شبكات الميه وشبكات الكهرباء والطرق، صيانه اي منشا حتى العماره اللي انت ساكن فيها. مش ساعات مثلا يبقى فيه يقول لك اتحاد ملاك ومش اتحاد ملاك، بيعملوا صيانه امتى؟ بيصلحوا الحاجه امتى؟ لما تخرب باظت ابعت هات مش عارف مين يجي يصلح لنا مش عارف ايه، صح؟ محدش بيعمل اناليسيس ان انت تعملها بطريقه بحيث ان انت توفر تصرف اقل حاجه وباحسن برفورمانس. طبعا انا قلت لكم قبل كده في الاول خالص ان احنا بنشتغل في حاجات ثانيه غير اللي هي تصليح الكباري والمنشات الحديديه وكده، فانا ايه هوريكم كام سلايد بس على حاجات احنا بنشتغل فيها. بنعمل اختبارات في اللاب، جزء من الحاجات اللي بنشتغل فيها تاثير الاحمال الحمل اللي ايه مش المتكرر، اللي هي الاحمال الغير عاديه اللي
هي المختلفة على المنشآت. يعني احنا هنا مثلا باصين على تأثير الحرائق اللي بتبقى بعد الزلازل على المنشآت الحديدية، وطبعا ده عملنا تيست في اللاب وعملنا فاينايت إيليمنت موديل وعملنا الطريقة اللي قلت لكم عليها في الأول خالص في أول برزنتيشن اللي هي إيه؟ هايبرد سيميليشن، اللي هو جزء من المبنى بنعمل له اختبار في اللاب وبقية المبنى على الكمبيوتر وبيكلموا بعض في نفس الوقت. فدي كانت حاجة إيه برضه اختبار لذيذ جدا في المعمل عندنا، وده فوق هنا العمود يعني كده فتحة، أنا مصور من فتحة صغيرة وهو إيه يعني لون أحمر كده لأن درجة الحرارة عالية جدا، وده الاكسبيرمنتال سيت اب. بنعمل تيستنج برضه لكولد فورم ستيل تحت تأثير الزلازل وإزاي الفريمز دي تقدر تستحمل الأحمال اللي عليها. بنعمل تيستنج على اللي هي البولت اللي بيستعملوه في المنشآت تحت الشير وتحت تنشن، وده تيست كنا عاملينه في اللاب للبولت، واخدين البولت وعاملين عليه أناليسيس كتيرة جدا واختبارات كتيرة عشان نشوف هيبدأ يعني يكسر إمتى ويستحمل أحمال قد إيه. طبعا التيست ده طلعنا منه نتائج كويسه جدا، بصينا على السليب في البولت وكسر امتى وما كسرش امتى. الهويس اللي قلت لكم عليه في الاول ده بيبقى شافت الفاينايت اليمنت موديل اللي فوق، تحت خالص هنا هتلاقي ايه الكونكشن زي باب كده محطوط على حاجه تقيله عشان يفتح ويقفل. الهنج اللي تحت ده اسمه بنتل ساكت، البنتل ساكت دي اللي هي دي شايفها هنا في الصوره اللي تحت. فعملنا لها تيست في اللاب مش باين من الصورة يعني، بس ده ايه تيست عشان نعمل دي. انا عايز اقول لكم بتاع دي حجم مهول يعني ما تتشالش، ما تعرفش تشيلها يعني، ما تعرفش دي ناحيتها اصلا. فعملنا لها تيست في اللاب وحطينا انسترومنتيشن. فبنعمل اختبارات كتيرة في اللاب برضه على منشآت حديدية وحاجات حديدية، وساعات يعني حصل ظروف وبنعمل اختبارات على خرسانة يعني معمول لها ريبير بكربون فايبر برضه، وازاي تقدر ان انت تحسب تحط الريبير امتى بحيث ان حديد التسليح اللي في الخرسانه لو مصدي الصد ده ما يكبرش وتحول لشرخ والشرخ يكبر معاك ويكسرلك الحديد التسليح. وطبعا جزء من شغلنا بنعمله ليه في ولايه كولورادو على الكباري في كولورادو، فبنعمل بنحط اجهزه قياسات على الولايه على الكباري ونقدر نحسب الاحمال اللي ناتجه عن ان في عربيات بتعدي وان في مثلا ايه بصوا الفصل زي عندنا يعني لحد ما في مصر الفصل لو مليان حاجات ومحشور رمل وطين وزلط وبتاع ومش شغال عدل، فده بيأثر طبعا على يعني ان الكوب يشتغل بطريقه سليمه. وبرضه بنعمل لايف سايكل اناليسيز عشان نشوف تنظف الفصل وتصلحه امتى، مش اروح كل 6 شهور انظفه واصلحه اتخرب بيتي. نعملها في لايف سايكل اناليسيس عشان نقول لهم ايه اسلم طريقه وامن طريقه. طبعا تاثير الاحمال على المنشات انا وريتكم يعني تيست عاملينه في اللاب، بس طبعا بنعمل نيوميريكال مودلز قويه جدا. ده 3 دي موديل بحاجه اسمها اوبن سيز، واوبن سيز ده يعني سوفت وير عاملاه جامعه بيركلي في كاليفورنيا، سوفت وير محترم يعني، وحاجات سوفت وير تاني اسمه اباكس نعمل ديتيلد فاينايت اليمنت اناليسيس الفريم وكونكشن. لو تشوف الفريم لاين اليمنتس كله لاين اليمنتس، لكن الكونكشن اللي تحت هنا عاملينها ديتيل بال 3 دي موديل عشان نقدر نطلع ايه الستريسز في الحتة المهمه جدا، وبعدين نبص على فتحات بروبجيشن وكده. خدنا بقى السيميليشن ليفلز على البيلدينجز دي لمرحله اعلى شويه وعملنا كومبليت كولابس اناليسيز، يعني انت المبنى بيقع من فوق لتحته تحت تاثير اي حمل يعني انت عايز تحطه، ولكن يعني ايه ممكن تدرس بالظبط ازاي ايه الحمل اللي هيوقع المستشفى وهيوقع المبنى وهيوقعها ازاي. في على فكره اختبارات دلوقتي بنعملها، انا ما حطيتش يعني حاجات دي، على تاثير متفجرات البلاست على المباني وعلى لان ده يعني حاجات بنعملها لذيذه جدا والله. المتفجرات تاثيرها ايه على التشيز اللي هي مثلا العينين والودان، لو لا قدر الله حصل تفجير واحد مثلا ارهابي او حاجه تاثير المتفجرات دي على الناس ايه، ودي حاجات بنعملها شيقه جدا 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 يعني. هنا عاملين فلويد ستراكشر انتر اكشن عشان نبص على الميه بعد ما بيحصل تسونامي، الدنيا بتتبهدل وبتتكسر بيبقى في دبري اللي هي بتبقى الميه جايه
شايله معاها يا الا حته حديده يا الا عربيه مركب اي حاجه، وتروح هبدا المبنى اللي قدامها. فتاثير الميه والدبري ده على المنشات حاجات برضه اشتغلنا فيها. فبنعمل نيوميريكال سيميليشنز حياه قويه. حاجه من الحاجات اللي هو ازاي نقدر نعمل سيميليشن لفيلير في الكونكشنز، مطلعين ديتا او مطلعين سيميليشنز. يعني اول مره يتعمل بلوك شير في بولتد كونكشنز في اي حته في العالم، لان كان عندي طالب الصراحه كان يعني قوي جدا، هو ولد صيني، عمل نيو فراكشر موديل. الفراكشر ده يقدر يعني يخلينا نقدر نعمل فراكشر اندر تنشن واندر شير. فقبل الموديل بتاعنا ما كانش في اي سيميليشن على دكت فراكشر كونكشنز. هو الواحد اول واحد يعمل الموديل ده، احنا اول ناس نعمل دكت فراكشر على بولتد كونكشن ونطلع السيميليشن دي. يعني الحمد لله في العالم. في برضه حاجات بنعملها على بقى كوميونتي ليفل زي ما قلت لكم، هيريكين امباكت اسسمنت وكده. ده كان ستراكشر سيستم، عاملين له نيو سيستم، عاملين سسبنشن للسلاب عشان دايناميك برفورمانس. الحاجات اللي بنعملها على الكوميونتي ليفل، انا وريتك حاجات على البولت كومبوننت وعلى كونكشن وعلى، لكن في حاجات بنعملها قويه جدا على الكوميونتي، انا ان شاء الله بكلمكم عليها يعني في وقت تاني. بنبص مثلا ازاي المستشفيات تشتغل كلها في وقت بعض في نفس الوقت. عندي طالب قايل من جامعه القاهره، عماد، يعني خلص عماد حسن بيخلص الدكتوراه، واشتغل اللي هو على طريقه منظومه المستشفيات، ازاي تشتغل المنظومه بوجهها كامل، وازاي تعلى بالمنظومه بعد الازمات او حتى وانت بتشغلها في وقت الكورونا مثلا. وعشان تشتغل في حاجه زي كده يعني الالجوريثم بتاعك لازم يبقى فيه كل حاجه، لازم يبقى فيه العيان، ويبقى فيه العيان ده يروح المستشفى ازاي، واماكن المستشفيات ايه، والانفراستراكشر والميه والكهرباء والصحه والدكاتره وكل حاجه ممكن تتخيلها داخله في الموديل ده. طبعا انا ايه ما عنديش وقت اوريكم الموديل، لكن ده ايه، ده الفيديو ده يعني بيوري ايه، انا ما اعرفش اشتغل ولا لا، بس المفروض ان هو يوري الارقام. يشتغل اهو. المفروض ان هو يوري ازاي المستشفى اللي هي بتتغير الايه السيرفيس اريا بتاعت المستشفى بناء على انهي طرق اتصلحت وانهي طرق اتوضبت وانهي ميه رجعت وانهي كهرباء رجعت بعد الزلزال. دي منطقه في امريكا اسمها شيلد كاون. السيميليشنز دي يعني الكود اللي داخل فيها مهول، يعني انا ما شرحتش حاجه لان مفيش وقت يعني، بس يعني شغل بصراحه يعني عماد عمل شغل حلو جدا. وبنشتغل على تاثير التورنيدوز على المجتمعات برضه، وازاي بتحصل خسائر في المباني وازاي نصلحها ونصلحها امتى وازاي ننهض بيها كمنشاه كامله. هنا شايف ما اعرفش، ما كانتش الارقام بتتغير، بس انت شايف ايه مع مرور الايام الافريج ويت تايم اللي هو تستنى قد ايه في المستشفى عمال يعلى، بتوصل للافريج، وعدد السراير الموجوده بيزيد لان انت الدكاتره خفت، الممرضه اللي كانت اتخبطت في الزلزال خفت وراجع الشغل، الطريق اتصلح فالناس تقدر تروح المستشفى. فشايف الارقام بتتغير بمرور الوقت ازاي في هذا السياق. في بقى حاجه عملناها انا يا جماعه ايه، كنت مره طلعت في برنامج كان هنا العاصمه واتكلمت على اللي عايز ابعت له اللينك، اتكلمت على البروجكت ده. البروجكت ده يعني انا مؤمن بيه جدا. كنت اتكلمت مع لميس الحديدي على الفكره دي، الفكره ازاي تنهض بمجتمع بعد ازمه. انت ما فاحنا قلنا ايه، عشان ننهض بمجتمع لازم نعمل موديل يخلينا نفهم ازاي نهضه المجتمع بتتكون او بتتشكل بناء على المعطيات اللي بتحطها. المعطيات اللي بحطها هي ايه؟ هي الناس. ها انا هقول لكم في انا ممكن اقول لكم في الموضوع ده ممكن اقضي فيه ايام. الناس اللي هتقوم بالنهضه، وده اول حاجه. تاني حاجه البنيه التحتيه والبنيه الاساسيه، وعندك المنشات عامله ازاي. وثالث حاجه الفلوس. فلما يجي يقول لك انا، وبعدين حاجه مهمه جدا في نهضه المجتمعات بعد الازمات، وده مش كلامي ده كلام الناس بوجه عام، انا مش معترض بالكلام ده، اقول لك ايه في ثانيه كمان ثانيه، لكن يقول لك ايه، حصل زلزال وانت عايز تنهض بالمجتمع، اختار عايز تنهض بايه. ومعظم
يعني، واللي متفق عليه ان الكوميونيتيز بتختار حاجه او اثنين، انت هتختار يا حاجه لا تختار اثنين، شوف انت عايز تختار ايه. فممكن واحد يقول لك طيب انا حصل زلزال واتبهدلنا، انا هنهض بالبيوت وهنهض بالمستشفيات، او هنهض بالبيوت وهنهض مثلا عايز ارجع نسبه العماله. فانت بتختار حاجه او اثنين. احنا قلنا المفروض كل حاجه تتحط مع بعض عشان تحسب لي قدره المجتمع على النهوض، لكن قدره المجتمع على النهوض دي ايه؟ بتتاخد بناء على البنيه التحتيه والاساسيه، الناس ورغبه الناس على النهوض، والفلوس اللي معاك. فلما يعني انا بقول لكم مش يعني الكلام مش سياسي يا جماعه، بس انا بديكم يعني عشان ايه تربط كده الكلام الناس ببعض وكده. لما حصل مثلا وقناه السويس الجديده اتحفرت وحصل عليها كلام بصرف النظر انت في انهي صف يعني، لكن كان في كلام بيتقال ان طيب هي ما جابتش فلوس كفايه، لكن هي المفروض ان هي نهضت بالروح المعنويه. طبعا بصرف النظر اذا كان هي فعلا نهضت بالروح المعنويه بتاعت الناس ولا لا، بس صدق او لا تصدق ده جزء اساسي من نهضه المجتمعات بعد الازمات. يعني عندك سوشيال وايكونوميك وانفراستراكشر، لو حاجه وقعت ما ينفعش تنهض المجتمع. انا ما بقولش ان احنا عشان ننهض بالروح المعنويه نعمل قناه جديده، لكن انا بقول لك اهميه فعلا ان احنا يبقى عندنا رغبه على التغيير، رغبه مهمه جدا في التغيير، ولازم انفراستراكشر يساعدك، ولازم فلوس تساعدك. وده كلام كلنا متفقين عليه هنا. عشان كده ما بيجي يبص على نهضه اي مجتمع بعد اي ازمه بيختار حاجه او اتنين من الثلاث حاجات اللي انا قلتها دي. يعني ممكن حاجه من حاجات مثلا لما يحصل اعصار جامد قوي الناس بتمشي وتسيب المنطقه، ممكن انا هبص عايز ابص على البوبيليشن ايه اوت مايجريشن، الناس اللي مشيت دي عايز ابص ان انا ارجعها. ده معدل ايه من معدلات قياس النهضه بتاعي. لكن الثلاث حاجات دي رئيسيه. احنا قلنا احنا مش هنبص على حاجه واحده فيهم بس او نختار حاجه او اثنين، احنا هنحطهم كلهم مع بعض من غير ما ادخلك في تفاصيل. جينا عملنا ايه؟ دي اللي عملنا حاجه اسمها فاينايت اليمنت سيميليشن اوف ريزيلينس، حاجه جديده خالص يعني. استعمل الكونسبت بتاع فاينايت اليمنت اناليسيس عشان تعمل اسسمنت للريزيلينس. اللي انت شايفه على اليمين دي خريطه جوثام سيتي بتاعت باتمان، ما اعرفش انتوا شفتوا فيلم باتمان ولا لا، اللي هي لوور مانهاتن. عملنا موديل لجوثام سيتي وعملناها مش طبعا كلها حسابات ورياضيات، وبدانا بقى نمسك جوثام سيتي دي في حتت معينه وايه نزقها لتحت ونسيبها ونشوف ايه اللي هيحصل، ونشوف لو غيرت قدره الناس على النهوض او رغبتهم على النهوض. كل مربع من المربعات اللي انت شايفها دي مدخل فيه ثلاث حاجات: قدره الناس على النهوض، والانفراستراكشر هنا ايه، ممكن يكون في مدرسه او مستشفى او شارع او اي حاجه، وبدخل فيها الفلوس. في كل سيل من دول او كل اليمنت من دول بدخل فيها المعلومات دي، وابدا اشد بقى الكوميونتي في حتت معينه واشوف هي بتقعد تتهز قد ايه. لو ما تهزتش خالص يبقى ده مجتمع رهيب ريزيلينت، قدرته على النهوض ما تاثرش اصلا. انت زقيته ما اتحركش، او زقيته رجع مكانه بسرعه، لكن لو شديته وقعد يتمرجح معاك يبقى ده مجتمع مشوش. المرجحه دي ممكن تكون بسبب ان ما فيش رغبه على النهوض، ورغبه على النهوض دي في واحده مدرسه يعني قويه جدا في نورث كارولاينا سوشيال ساينس كاتبه في الموضوع ده كتب يعني اسمها سوشيال فولنربيليتي، وفي حاجه اسمها سوشيال فولنربيليتي اندكس اسمها سوزان كاتر. الست سوزان كاتر دي يعني علامه في السوشيال ساينس يعني. ف دخل المعلومات دي وتعمل ايه بقى؟ تبدا تخطط انت المنطقه جوثام سيتي دي بايه في حتت معينه، وتلاقي بقى المنطقه كلها بتتمرجح معاك. الحاجه بقى اللذيذه في الموضوع ده لو لعبت صعب بنختم، ان احنا في الكلام ده عملنا ايه؟ على جوثام سيتي الحته اللي فوق دي جزيره، فالجزيره دي فيها السجن. في الفيلم لو اتفرجت على الفيلم هتلاقي ان الجزيره دي فيها السجن. فاحنا جينا عند السجن ده خبطنا السجن ده بايه؟ بسوشيال ديسربشن يعني كسرنا السجن وحطينا في المنطقه دي عدم وجود رغبه على النهوض. احنا يعني الافتراض ان المساجين هم هيطلعوا يكسروا الدنيا واحنا ما فيش مخنا، فالسوشيال فولنربيلتي في المنطقه دي سيء جدا. لما تحط السوشيال فولنربيلتي سيء وتعمل تخبط الكوميونتي في الجزيره مش في بقيه المدينه، تلاقي ان هي ايه عماله تتحرك منك بالطريقه اللي انا قلتها لك دي، اللي هي ايه اوريك بتاع دي. فطبعا يعني ان انت بتشوف تاثير الانفراستراكشر والسوشيال والايكونومكس على المجتمع ككل، انا ده انت ممكن تعمل يعني ملاعيب شيحه بالاناليسيز يعني. انا ممكن تعمل حاجات لا يمكن ان
حاجه من الحاجات اللي شغالين فيها برضو اللي هي تاثير الوايلد فايرز على الكوميونتي، لان امريكا طبعا الحرائق والغابات مبهدله الدنيا هنا وبالذات في كاليفورنيا. فبنعمل اناليسز وسيميليشن للحريقه وهي بتكبر في الغابه وازاي الحريقه بتتنطور، ودي الحاجات اللي هي اللي شايفها على اليمين الحمراء دي اللي هي اللي ايه الشجر بيطلع منه حاجات بتطير في الجو اسمها امبر او فاير برينز، ودي بقى الهواء بيقعد يمرجحها ودي اللي بتعمل مشكله لما بتنزل على البيوت بتولع في البيوت. وبعدين بقى بنعمل اناليسز للكوميونتيز، مش بس الغابه نفسها، لا الكوميونتي والحرائق هتنزل فين وهتبدا فين وهتمشي ازاي، ودي شغلانه عويصه بس لذيذه جدا برضه. في ختام وارجو ان ما اكونش طولت عليكم، انا حاولت اخد وقت شويه عشان ما لهوكش. احنا طبعا انا شرحت لكم يعني ان احنا نبص على الانسبكشن ومانجمنت فور سنجل كراك ومالتيبل كراك وريبير ميثودز، وان احنا ممكن بالطرق اللايف سايكل اناليسيس والطريقه اللي بنصلح بيها الجديده او النيو ريبير تكنيكس ممكن ان انت توفر فلوس مهوله جدا في صيانه الكباري وصيانه المنشات وصيانه الطرق. و في النهايه طبعا احب اشكر كل المهندسين الكرام مهندس عمر على الدعوه وبيم اريبيا يعني الدعوه الكريمه، واتمنى ان شاء الله ان اكون فدتكم باي حاجه يعني، ولو في اي سؤال ممكن. جزاكم الله كل خير دكتور، الف شكر لحضرتك يا دكتور. لو اي حد عنده سؤال بس يعمل راس هاند. في سؤال بيسال ايه البرامج المستخدمه في التحليل؟ احنا في حاجتين، احنا يعني لما بنيجي نعمل مثلا موديل على الكمبيوتر بحيث ان احنا نبص على الشرخ والشرخ بيطول او ما بيطولش، في برنامج احنا بنستعمله دايما اسمه اباكس، واباكس ده يعني احنا تسال يقول لك احسن فاينايت اليمنت سوفت وير بتعمل بيه كل حاجه اباكس. لكن لما بنعمل بقى بناخد بقى النتيجه بتاعت الشرخ اللي كبر ده سواء خدناها من اباكس او خدناها من اللاب من التست اللي انا عملته في اللاب، بنعمل لايف سايكل سيميوليشنز ولايف سايكل اوبتمايزيشن، كل ده معمول بمات لاب، نكتب كود احنا بتاعنا في مات لاب وبنعمل بيه اناليسيز كلها. ومات لاب ده كمبيوتر كلكم عارفين يعني كودنج سوفت وير. باشمهندس عادل اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بنشكرك معالي الدكتور حسام، شكر جزيل المحاضره القيمه دي، ومعاك المهندس عادل توفيق مساعد عضو مجلس اداره مولين عرب قطاع الكباري والانشاءات التخصصيه. بقول لحضرتك بالنسبه لموضوع معادلات اللايف سايكل، يعني هل دخل فيها الـ يعني الهيومن بيهافير السلوك البشري؟ احيانا طبعا المعادلات دي معموله على اساس الناس المثاليه اللي هم بيعملوا صيانه صح وبيعملوا الصيانه في وقتها، ولما يجي يعمل مثلا صيانه الستيل فينجر جوينت بينظفها كويس، لو الـ لو الـ لو الجوينت دي متصممه على موفمنت مثلا 2.5 سنتيمتر بيبقوا فعلا هم كده بعد الصيانه. لكن معظم الناس ممكن يعمل الصيانه على الورق ويقول اه تم الصيانه ويسيب الايه الجوينت ديت مليانه اتربه زي ما حضرتك كنت جايبها في الصوره، ما بيبقاش الصيانه 100%. فانا ما ينفعش ابني معادلاتي على سلوك بشري ممكن يكون خاطئ تماما وهيديني ايه امبريشن ايه مش مظبوط. وطبعا الموضوع الكباري ده بيتعلق بارواح، فانا لو عندي لايف سايكل بتاع بيرنج او بتاع ريفتس او بتاع كيبل في الكوبري خصوصا في الكباري سسبنشن او كيبل ستيل، دي لها صيانه دوريه لازم تتعمل وتتشد على قوه معينه وبتتقاس التورك بتاع الريفتس بتاعت كل الجوينت. طبعا الحاجه اللي بتتعلق بارواح حتى لو نسبه 1% ممكن يحصل فيلير لازم اعملها مهما كانت الكوست، يعني دي نقطة تانية اللي هو ايه الارواح. والنقطة الاولى بتاعة الهيومن بيهيفير انها يعني ارجو انها تخش في المعادلة بتاعة تقييم اللايف سايكل. طيب شكرا جزيلا واسف على الاطراء. لا عفوا، يعني انا عايز اولا يعني تشرفنا بالمعرفة يعني طبعا، وسؤالك يعني سؤالك يعني 100% صراحة، وده سؤال يعني برضو تم اثارتها هنا. او اول سؤال اللي هو ممكن تدخل الهيومن بيهيفير في المعادله بتاعت اللايف سايكل، طبعا ممكن
يعني احنا جزء من اللايف سايكل مثلا كنت شرحته اللي هو ايه probability of correct detection، ايه probability ان انا هقدر اشوف الشرخ، وده بيعتمد الى حد ما على الطريقه اللي انا بستعملها. يعني لو بس حاجه بص على الشرخ بالعين المجرده غير لما ابص عليه باجهزه معينه، وفي شغل اتعمل الناس طلعت منها الايه احتماليه ان انا الاقي الشرخ على اساس الطريقه المستخدمه، وده بندخله معانا في الكوست، لان انا لما باجي اعمل الكوست ما بعملش بعمل اكسبكتد كوست، فالاكسبكتد لازم يخش فيها probability او الاحتماليه وبضربها في الكوست نفسها، فانا ممكن بقى ادخل فيها احتماليه ان اللي بيعمل الصيانه ده ما عملش حاجه او عمل الصيانه بنسبه 20% او 30%، فممكن ادخلها جدا معايا في اللايف سايكل اناليسيز. لو انا عندي الرقم هجيب الرقم منين؟ لازم المله دي، يعني انا مش عارف هفترض، لكن ممكن برضه ان انا مثلا ايه عندي مثلا مقاولين عرب مثلا بيبشروا على صيانه 500 كوبري مثلا، ممكن يلموا داتا من 500 كوبري دول بعد ما حد يروح يعمل صيانه يروح حد تاني يشوف الصيانه اتعملت بنسبه قد ايه، ونلم الداتا كلها وندخلها معانا في اللايف سايكل اناليسيز. السؤال بقى النقطه الثانيه اللي حضرتك اثرتها دي نقطه مهمه جدا، انا الحقيقه الوقت برضه بشتغل في مشروع مشابه جدا مع النيفي اللي هي البحريه، وشغل برضو على الشروخ في السفن وازاي تتعالج بالموضوع ده وكده، نفس بالظبط الكباري. حتى الكباري احنا عندنا نسبه انهيارات في الكباري اللي هي حتى اللي فيها كمرتين بس او البوكس جردر او اي كوبري قليله جدا 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 جدا، ومع ذلك الطريقه دلوقتي ان انا لما هروح اعمل انسبكشن اول ما اشوف شرخ هصلحه على طول. هم ماشيين بالطريقه دي اللي احنا يعني زي ما حضرتك ما قلت بالظبط، هي والنقاش ان هو لو الامر متعلق بارواح الناس انا هصلح الشرخ اول ما اشوفه على طول. هي النقطه يعني المهمه، هل هو فعلا الشرخ ده متعلق بارواح الناس ولا لا؟ انا لو عندي شرخ افترض مثلا حضرتك واحد لقيت شرخ في نص سنتي، انا عارف ومتاكد مليون المية ده ان الشرخ ده هيوصل من نص سنتي لحد مثلا 8 سنتي هياخد له مثلا يعني هياخد له مثلا 6 سنين، فانا بقول مش هستنى لحد 8 سنتي لان ده طول الخطر، انا هروح لما يبقى 3 سنتي. ما دي ارقام واحنا حاسبينها، انا بحاول اغير حتى المفهوم ده هنا، اقول لهم يا جماعه احنا بنروح نصلح نبص على الكوبري كل سنتين واي شرخ نشوفه نصلحه دي فلوس في الارض. يعني هقول لحضرتك على حاجه، السفن الناقله للبترول ما بتعملش كده، او يعني في امريكا ما بتعملش كده، لان هم عملوا دراسات كتيره جدا على الشروخ بتكبر قد ايه بمعدل قد ايه، لما بيشوف شرخ وهو ناقله البترول في نص الميه لو ما عندوش الامكانيه ان هو يصلحه وهو في نص الميه، لكن عارف بناء على الدراسات اللي معموله ان الشرخ ده مثلا هيوصل لطول كبير جدا بعد فتره زمنيه طويله جدا، انا ما هكمل الرحله بتاعتي ومش هعرف، لان دي خساره ماديه رهيبه. فهي مفهوم ان انا اروح اصلحه على في حاجات بقى بناء على كلام حضرتك ممكن اقول البيرنج مثلا، البيرنج كونكشن ممكن ما اطبقش فيها النظام ده لان انا عايز ابقى معدل الامانه عندي عالي جدا، ممكن الكيبلز مثلا الانسبكشن بتاعت الكيبلز لازم معدل الامانه عالي جدا جدا، لكن حتى لو انا عملت معدل امان عالي جدا لان انا يعني اشتغلت برضه في اختبارات على الكيبلز في جامعه ليهاي على كباري فروجز نيك بريدج وكباري كبيره في نيويورك، حتى لو معدل الامان عالي انا برضه ممكن ادخل اللايف سايكل بحيث ان انا يعني ما يبقاش في اوفر رياكشن للصيانه والتصليح، وطالما عارف كنت عاوز اقول لحضرتك حاجه دكتور، يعني الموضوع يعني غير متعلق فقط بظهور الشرخ، يعني احنا عندنا وحده في القطاع الكباري اسمها ريبيرنج بريدج، وحده متخصصه في اصلاح الكباري، رحنا نعين كوبري مره لقينا الكمر زي الفل ما فيهوش ولا شرخ، بس حصل قريب من البيرنج، حصل قريب حوالي 20 سنتي، يعني الركائز نفسها اتحركت حوالي 20 سنتي، وبالتالي كان الكوبري في خطر كبير قوي مع ان ما فيهوش القمر سليم وما فيهوش شروخ، فاضطرينا نجيب جاكات ونرفع ونغير البيرنج بالكامل، غيرنا كل البيرنج واحده واحده طبعا، والكوبري قائم وزي ما هو موجود يعني.
طبعا لو احنا سبناه، انت طبعا حضرتك في الكباري لما بتكون في الكيرف بالذات، كباري الكيرفات لازم يتعمل انتي كريب بيرنج، فهم يظهر ما كانوش يعني واخدين بالهم من الحته دي، فحصل كريب في مجموعه ركائز اتحركت عن بعضها سلايدنج. ايوه حركه افقيه، حركه افقيه كبيره جدا في كوبري من الكباري في القاهره، وما كانش فيه شروخ، يبقى الانسبكشن مطلوب حتى لو ما فيش ايه، لو ما فيش شرخ. مثال اخر حضرتك بالنسبه للكيبلز، عندنا الصاله المغطاه كانت معمول لها رينج بيم ومربوطه بتاي كيبل عدد كبير جدا، حوالي يعني حوالي 60 كيبل او 64، وحصل فيهم ايه بقى؟ قلنا لهم دلوقتي لازم يتعمل لهم انسبكشن على الشد او على الديفليكشن بتاعهم كل 5 سنين على الاقل يعني. فالناس ما عملوش انسبكشن ولا ادوا عقد صيانه، لا ما كلفوش اي شركه بعقد الصيانه، والاونر اللي هو الاتحاد الرياضي اللي بيشرف على الاستاد نفسه كانوا بيعملوا زي دوره العاب كده اكروبات صينيه، فعلقوا الناس اللي هم بتوع الاكروبات على الكيبل اللي هي مشدوده افقيه، اتعرضت لقوه افقيه اللي هو وزن اللاعبات واللاعبين اللي هم بتوع الايه. فطبعا مع السنوات دي كلها حصل ايه ديفليكشن، وحصل ترخيم في الكيبل ده. ليه؟ لان ما فيش عقد صيانه دوري يعني. فانا قصدي اقول لحضرتك ان الصيانه والانسبكشن مطلوب حتى لو ما ظهرش ايه شروخ. اتفق معاك تمام. لو في حاجه لايف سايكل بتاعتها انتهى اغيرها حتى لو هي سليمه. متفق معاك تماما الى الى الى, إلى حد كبير جدا. جزء كبير من اللي انا قلته، لو يعني لو استرجع اللي انا قلته، ان انا في اللايف سايكل بتاعي ده، يعني انا لما ابص على الشروخ اللي في الكوبري الشرخ نفسه، لان اللايف سايكل اناليسيس عملناها على الشرخ، ما عملناهاش مثلا على الديتيريوريشن بتاعت الانكر رودز اللي في البيرنج او البريدج كله 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 بوجه عام. لكن لما ببص عليها قلت لازم اكون فاهم الشرخ ده هيكبر ازاي وهو معدل قد ايه، ويبقى عندي ثريش هولد، احنا قلنا عليها ثريش هولد او اللي هو الايه يعني طول الشرخ الخطر. وفي اللايف سايكل اناليسيس حطينا حاجه اسمها بينالتي فانكشن، بحيث ان انا لو الانسبكشن انترفال بتاعتي او انا هروح كذا ومش هروح كذا خليت الكراك يوصل قريب للرقم اللي انا حاطه ده، يبقى دي مش هتخش معايا في الاناليسيس. انا قصدي ايه؟ قصدي ان انا يعني انا ما بقولش ان احنا ما نبصش على المنشا او الكوبري ونسيبه تماما، انا لازم اكون فاهم البيهيفير، لا لازم اكون فاهم البيهيفير كويس جدا، بحيث ان انا لما اعمل لايف سايكل ادخل فيها البيهيفير بتاعت المنشا والاستراكشر سيستم بتاع الكوبري افهمه. ايوه طبعا، لان انت ممكن تكون مثلا انا عملت لايف سايكل وقلت انسبكشن انترفال بتاعت الشرخ، لكن هي الانسبكشن انترفال ممكن تبقى كنترولد بالبيرنج او كنترولد بحاجه ثانيه، لكن احنا بالظبط، لكن احنا بنوضح الفكره بتاعت الشروخ اللي هي الفتيك كراكس اللي هي بتاخد وقت طويل على ما تكبر حسب النقط يعني. ايوه بالظبط، لكن لو حصل سلايد بالبيرنج ده حاجه ممكن ما يحصلش الشرخ، بس يبقى في خطر دائم يعني على الكوبري. بالظبط. في كباري عندنا هنا برضه، في كباري يعني احنا عندنا كباري في كولورادو بسبب موضوع الجوينت ده ان هو بيحصل فيها اتربه كتيره، بيجي الكوبري يتمدد بسبب الحراره ما بيعرفش يتمدد، فعندك اكسيال لود بيرجع يخبط في الابارتمنت، فالابارتمنت كلها متشرخه ومتبهدله ومتبهدله ومفيش شروط اصلا في الجردرز نفسها. لكن هي فكره ان انت تدخل لايف سايكل اناليسيس يعني مهمة جدا لتوفير الفلوس، ولكن ما ينفعش تعملها من غير ما تاخد في حسبانك الاحتمالات الاخرى للانهيارات، زي ما قلت بالظبط بيرنج ايشيو، ممكن يبقى عندك ايشيو في حاجة ثانية، يعني ما ينفعش ايه اقول ان الفاتيك كراكس هو الكنترول بتاع الانسبكشن انترفال واسيب الحاجات الثانية. اتفق معاك تماما. ماشي يا فندم، شكرا يا فندم. عفوا، اي الف شكر. واحنا سعداء، يا ريت ناخد رقم حضرتك في اخر محاضره يعني. ان شاء الله باذن الله. حاضر، انا اكتب لكم رقم. جزاكم الله خير يا دكتور. هل اي حد عنده اسئله ثانيه؟ باشمهندس احمد، كان عندك سؤال؟ باشمهندس احمد.
تمام كده دكتور، الحمد لله في شيء أسئلة الحمد لله. طيب أنا لو حد عايز يتواصل أنا مستني أشوف الشات بوكس فين. أفضل. أو الشات أو الشات. طب في أسئلة كتير جدا، زيادة معدل الأمان يعني زيادة التكلفة. طيب أنا بص أنا هبعت الإيميل يا جماعة، اللي عنده أي استفسار عن أي حاجة، وده رقمي. يعني أمريكا بتبقى بلس 1. ده رقم هنا، يعني لو في أي استفسار أو أي حاجة نتمنى التواصل يعني بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. ألف شكر على الدعوة، وشكر يعني للناس اللي سمعت المحاضرة، وأتمنى يعني تكونوا يعني يكون المحاضرة فوقت توقعات دكتور. الله يكرمك دكتور. أنا أخليك. ألف شكر. الله يكرمك. أخليكم جميعا، وإن شاء الله يبقى في فرصة ثانية بإذن الله. إن شاء الله دكتور بإذن الله. ألف شكر دكتور. السلام عليكم.